الأهلي العالمي يبدع ويمتع ويلقن الهلال السعودي درسا قاسيا في فنون كرة القدم ويفوز عليه برباعية نظيفة ولا أروع، ويحصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لم يتكرر ولن يتكرر ولن يتكرر لغير النادي الأهلي. كابتن شريف، ألف مليون مبروك. ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة. ولا أحلى من بداية ولا أحلى من نهاية الحقيقة النهاردة. مباراة كنا نتمناها بالفوز والاحتفاظ بالميدالية، إنما إقناع وضغط وتكتيك وكل شيء وروح أثبت معدن لعيبة النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي في مباراة اليوم. إلى أن حصلت حالات الخروج عن النص والطرد، دي ادتك اكتر افضليه في التحكم في كل شيء في المباراه. فالف مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي هي فعلا بتهد جبال. يعني الحقيقه وجودها في الاستاد وتشجيعها للعيب وفرحتها اليوم وفرحتنا معاهم ما تقدرش باي حاجه ولا تقدر باي شيء. كابتن، انجاز تاريخي، وبعض الحاقدين شككوا في قدرات النادي الاهلي قبل المباراه امام الهلال السعودي النهارده. اكبر رد للمشككين من قبل المباراه يعني، او قبل الدوره، او قبل الشكل بتاع كاس عالم الانديه، واحنا رايحين في ظروف صعبه جدا. في ظل الظروف الصعبه دي ازاي انت تتحكم وازاي تتولى زمام الامور الا اذا كان باداره جيده جدا، الا اذا كانت مؤسستك متعوده على كده، اذا كنت انت شخصيه بطل دايما دايما وابدا، وربنا بيقف جنبك معاك لانك الحقيقه بتنشن اشوده الصح. الحقيقه مفيش خروج عن النص، مفيش اي حاجه. بتعلم ولادك بيتعلموا ان تيشيرت النادي الاهلي صعب يحقق اي نتيجه الا بالروح، والروح دي اساس كل شيء في كره القدم وفي كل شيء الحقيقه. صحيح. فانا ببارك لهم وبشكرهم على الشكل، اذا كان اللعيبه اللي جت من المنتخب وعمل حصل تدعيم النهارده بيهم، او اللعيبه اللي كانت موجوده وتحملت المسؤوليه. الحقيقه اتحملتوا المسؤوليه وجبتوا لنا حاجه جميله، وكنت اطمع انا ان انا كنت النهارده اكون انا اللي بلعب الفاينل، بس الحمد لله على كل شيء. صحيح. الحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه، الف مبروك، انجاز تاريخي يحسب للنادي الاهلي برغم كل الصعوبات اللي مر بيها. ما فيش شك طبعا، مكسب تاريخي، سكور كبير جدا مع فرقه كبيره ومحترمه، رغم الهزيمه النهارده لكن هي فرقه كبيره، فكونك تكسبهم في ثالث ورابع وتحصل على البرونزيه في كاس انديه العالم ب4-0، دي نتيجه كبيره وتاريخيه. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لمستر موسيماني والجهاز الفني، مبروك للاعبين اللي تحملوا كتير جدا، خاصه لعيبه المنتخب اللي جم من 4 ماتشات 120 دقيقه وقدروا يشاركوا النهارده وكان لهم تاثير مع بقيه زمايلهم. فهو ما فيش شك انجاز كبير وتاريخي، والمباراه تعتبر كانت وان سايد جيم، 4 اهداف غير الفرص الكتير جدا. صحيح. اللي ضاعت. صحيح بعد طرد كنو في الدقيقة 28، يعني كان الطرد الثاني، زي ما أنا قلت لك الشوط الأولاني كانت المباراة انتهت تماما 2-0 وطردين، صعب جدا يرجعوا، ولكن النادي الأهلي من حتى قبل الطرد هو كان الأفضل، فتعتبر مباراة من اتجاه واحد، والنادي الأهلي قدر يعمل مباراة كبيرة ومكسب تاريخي. صحيح. كابتن عادل، الف مبروك، زي ما قال كابتن اسامه وكابتن شريف، مكسب تاريخي للنادي الاهلي. والله انا دائما ببقى طمعان في الاكثر، يعني انا كنت اتمنى ان بس هو النادي الاهلي اشفق على الهلال السعودي في الشوط الثاني. والله شوف، انا عايز اقول لك حاجه، كان النهارده كان اتعمل رقم اعلى من كده والتاريخ اكتر من كده، ولكن مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي الهلال رغم الهزيمه، فهو طبعا فريق كبير برضه، طبعا نادي كبير، دي طبعًا حقيقه. ولكن النادي الاهلي لما بيصمم على حاجه بيوصل لها. النادي الاهلي عنده فلسفه كده، او نقدر نقول ثقافه طول العمر، صغير كبير بيكتسبها. ايه هي؟ انك انت بطل حتى لو بتلعب مين، اي فرقه في العالم بتلعبها. كتير قوي الواحد لما بيفكر، لما بتلعب في كاس العالم كنت بتحلم انك تكسب بايرن ميونخ، وبتحلم انك انت تكسب تشيلسي، وبتحلم ونازل تلعب على كده. دي ثقافه خدناها وتعلمناها وعشناها وشفناها. الاهلي بمن حضر، الاهلي بمشاكله اللي هي حصل قبل كاس العالم للانديه،
انا سعيد جدا لحاجه مهمه قوي يا كابتن ايمن بالبرونزيه دي. ايوه الراجل اللي كان ماسك اللجنه المؤقته لما لما خضر النادي الاهلي وقال لك النادي الاهلي يلعب بكامل اللعيبه يلعب بكامل الناس دي الرد بتاع النادي الاهلي النهارده ده اكبر رد عليه، يقول له ما تلعبش مع نادي زي النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشرفك وبيشرف اي حد في مصر، النادي الاهلي صانع البسمه في مصر دي. صحيح. حقيقه يعني صحيح لما بنتعب قوي بنروح للنادي الاهلي ينجحك، النادي الاهلي هو اللي معلي اسمك. انا بكلمك بجد، هو منتخب مصر طبعا المنتخب الاول، عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا لا، منتخب مصر الاول والاخر قبل الاهلي والانديه. ولكن يوم لما انت بتكون عندك حته من 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 اللي عاوز اقول لك، النادي الاهلي بياخدك للفرح. صحيح، هو سفير السعاده بالنسبه. مظبوط، دي حقيقه سفير السعاده. سفير السعاده دي بعديها على طول ولا عزاء الحاقدين تيجي على طول. والله بص يا كابتن، وتيجي وصاحب البهجه طبعا. لا يعني انا رايي الكبير ما يلتفتش على الصغير. ليه؟ لانك انت لو التفت هياخدك الناس دي هتاخدك لحته وحشه. والله نجاحنا ان احنا ما بنبصش، احنا عاملين زي العدائين. ايوه بنبص قدام، لو بصيت ورا. ولكن ربنا يهديهم. واقول لهم حاجه مهمه قوي، بدل ما تاخدونا كاعداء تعلموا مننا كمعلمين. بالظبط، انا مش بهزر، تعلموا مننا. والله ما فيش مانع انك تتعلم مني واتعلم منك. الدنيا طول ما انت بس يا كابتن، انا عايز اقول لك حاجه، انت بتشكك في قدرات مين؟ طول ما انت عايش تتعلم، لما تلاقي حاجه ناجحه حلوه امشي وراها. صحيح، اتعلم منها. مظبوط، بدل ما تنتقدها. بص، هم فاكرين ان النادي الاهلي عشان عالي هيشدوه لمكانهم يبقى تحت. معاهم. ايوه، بدل ما هم ينطوا لفوق معاه، فهم هم عايزينه ينزلوا. عارف لو ما فكروش فيه ايوه ممكن يلحقوه شويه. لا لا، ما عندهمش القدرات دي. اسالني انا، لا ما عندهمش القدرات دي. انا عارف. ولكن خلي بالك، انت فكرك طول الوقت قاعد بتفكر ازاي توقع في النادي الاهلي، ازاي تتكلم على النادي الاهلي. مش كاس العالم للانديه دي مش اسهل بطوله بتتلعب في الدنيا؟ دي سهله، بطوله سهله جدا دي، ما فيهاش انديه. ده ايه ده؟ دي بطوله وديه. ومين اللي بيوصل لها اصلا؟ لا، ما هو اول لا حاجه، لا انت بتلعب بطل امريكا الجنوبيه وبتلعب بطل اسيا. لا، وبتلعب بطل اوروبا. بطوله سهله، بطوله سهله جدا. هو في الاكبر، ايه الاكبر؟ كاس الاتحاد، كاس الرابطه. بص انا عايز اقول لك حاجه، انت لما بتيجي تغير التاريخ او لما تيجي انت عارف الحته. كابتن عادل، تعالى سريعا نشوف فرحه جماهير الاهلي وتكريمهم لكابتن وليد سليمان. نروح يلا بينا. تحية خاصة فعلا لنجم كبير جدا في النادي الاهلي كابتن عادل. يلا يا كابتن شريف، كم الجون اللي انت قعدت تقول لي عليه جون المنتخب كابتن الف جون كبير. لا عاوز جون كبير. ما انت انا ما جبتش سيف حد. انا لا، انت بتقول جون ايه؟ ما كانش موفق. الف مبروك، الاهلي يستحق الفوز والنتيجه الثقيله، ويمكن كان ممكن تبقى اثقل من كده، ولكن الاهلي كالعاده اشفق على الهلال السعودي. شوف يا كابتن، يعني اللي كان عنده شك ولو بسيط ان الاهلي الافضل في التاريخ، اعتقد الان هيبصم. صحيح، يعني دلوقتي هيبصم ان الاهلي هو الافضل في التاريخ. صحيح. يعني حلو، يعني كره القدم جميل، يعني لازم. صح. تعترف ان الاهلي هو الافضل في التاريخ، افريقيا والوطن العربي. النهارده كانت بطوله الحسم من وجهه نظري الشخصيه. الاهلي النهارده يمكن مش عايز اقول يعني ضرب عصفورين بحجر، او النهارده استفاد او كسب مكاسب عديده، ولكن النهارده كان ابلغ رد، لان كان في تصريحات فيما قبل ان الاهلي خايف يلاعب الهلال السعودي في بطوله ما او بطوله السوبر. يعني لا، احنا ما بنخافش نلاعب حد ايا كان حجم، مع احترامنا كامل للهلال وامكانياته وقدراته وشخصيه الهلال، وان هو بطل اسيا تمام، ونحترم الكلام ده بشكل جيد طبعا. لكن النادي الاهلي المصري ما بيخافش من حد. الاهلي
يعني واثبتت المقوله كابتن عادل، بس انا هفكره ان هي له بعض الاقاويل خطا. هو كان بيقول الاهلي بمن حضر وليس في كاس العالم، الاهلي بمن حضر حتى في كاس العالم. صحيح كابتن، انا اعترفت بدي ورغم الظروف الصعبه كمان اللي احنا مرينا بيها، ظروف صعبه جدا، اصابات كتيره متعدده، لعيبه جايه من اجهاد، غيابات قابلتها. انا اعترفت بيه، عارف ليه؟ لان انا كنت عايز ان النادي الاهلي ياخد الاول، فعايزه يروح بكل نجومه. طيب ده كان اول ماتش ولا ماشي كابتن؟ لا قبل كلنا نفسنا الاهلي طبعا ياخد الاول يا كابتن، ولكن لما تضعك الظروف انك انت يبقى عندك تحدي كبير جدا جدا جدا، من فضل الله سبحانه وتعالى انك انت بتبقى قد التحدي قدر كتير. مظبوط. مباراه النهارده يمكن الحمد لله هي اتسهلت علينا بشكل كبير، عشان برضو ايه يعني نكون منصفين، اتسهلت علينا. هدف في اول 3 4 دقائق، طرد ثم طرد تاني، هدف تاني، هدف ثالث، الماتش اتقتل، بقيت بتلعب شبه تقسيمه. بس انا كان يعني انا مبسوط طبعا بالمكسب، مكسب كبير جدا، يعني بتكسب الهلال 4-0 في بطوله كاس العالم للانديه، اعتقد الرقم ده لن يتكرر يعني على مدار التاريخ، حتى لو قابلت الهلال بعد كده 5-6 مرات الا في ظروف برضو استثنائيه. ولكن كنت اتمنى المباراه تخرج بنتيجه اثقل من كده بكتير، لان كنا نستحق ان احنا نكسب اكتر من كده. وانا كذا يعني كان في هدف خامس وهدف سادس، الحاجات الحلوه اللي التاريخ دايما بيفتكرها كابتن ايمن بنبقى طمعانين فيها. أيوة. مش تقليلا من قيمه الخصم، ولكن الظروف سمحت انك تشتغل كده، الظروف راحت بيك انك ممكن تكسب 5-6-0، الظروف راحت بيك انك ممكن تعمل هيف سكور النهارده وتبقى نتيجه في التاريخ يذكرها التاريخ مدى الحياه. مزبوط. لان الحاجات دي ما بتتكررش. انت 6-1 للزمالك، ما زلنا من 2002 النهارده بنتكلم في 2022، 20 سنه تقريبا بنقول الاهلي كسب الزمالك 6-0، بس دي نتيجه كبيره. نعم يا كابتن، 4-0 دي نتيجه تقيله طبعا. طبعا سكور. انا بقول يا كابتن، انا بقول سكور. طبعا انا بقول على فريق كبير، فريق بطل اسيا. لا ربنا ربنا ما يكتبهاش على حد يعني. لا انت النهارده كسبان، انا بقول يا كابتن، كسبان انا بقول كويس قوي. ان النتيجه دي كبيره. بتلاعب فريق كبير، فريق جامد جدا، خصم قوي جدا. بطل اسيا، عنده لعيبه محترفه بشكل كبير. الظروف خدمتك انك تسجل اكتر من كده. حتى القيمه التسويقيه، بص القيمه التسويقيه للنادي الهلال، كابتن فرقه تقيله، فرقه تقيله جدا جدا جدا. طبعاً. فريق الاسماء طبعاً. اللي موجوده قدامنا اسماء كبيره جدا. بس عايز اقول لك يا كابتن زي ما والكلام ده انا قلته ما بين الشوطين، قلت لعيبه الهلال نازلين الملعب كسبانين. يعني لمستهم للكوره في ال 18 هو بيستلم، تحس انه نازل كسبان. أيوة. نازل يعني في يعني مش عايز اقول متعالي على الكوره. أيوة. بس عنده ثقه ازيد من اللازم، يجوز من اداؤه الجيد قدام تشيلسي. خد بالك وانت بتلعب، كان عنده اداء شوط، تبقى حذر يا كابتن. صح. شريف، وانت بتلعب النادي كان عنده شوط هايل قدام تشيلسي. طبعا شوط تاني كان هايل طبعا، كان هايل، هو ده اللي مديله. وكان ممكن على فكره الاهلي يصل للنهائي يعني. أيوة. لو كيبا ما كانش في افضل حالاته الماتش اللي فات، حارس تشيلسي، كان ممكن الهلال يتعادل ويكسب المباراه على فكره، لان هم لعيبه امكانيات وقدرات عاليه جدا. بس ده يديك درس انك انت وانت بتلعب الاهلي ما ينفعش تبقى مستهتر. صح. عملت ماتش قدام تشيلسي، ماتش قوي محترم وكلنا احترمناك ورفعنا ليك القبعه، لكن قدام الاهلي ما ينفعش تبقى مستهتر. وكره القدم ما ينفعش تعلى عليها باي شكل من الاشكال. لما الفرصه بتيجي للنادي الاهلي بيحسم على فكره. بس واضح يا كابتن بلال كمان ان بدايه النادي الاهلي المباراه ديت مختلفه. بالظبط، مختلفه تمام. بالظبط، انت ابتديت بشكل هجومي. بالظبط، ابتديت انت الفعل، انت اللي ابتديت الليدنج من اول المباراه. مزبوط. علي معلول بيهاجم الناحيه دي، محمد هاني بيهاجم الناحيه دي، الثلاثي ضغط عالي، الثلاثي الامامي وسرعتهم على فكره. لما سالتني على مجدي قفشه قلت لك لا، هو 4-3-3 مش الافضل ان يلعب مجدي قفشه طرف من الاطراف، لازم يلعب واحد عنده سرعات، وده اللي عمله النهارده موسيماني. عشان كده كلنا اتفقنا قبل الماتش ان ده التشكيل الامثل للعيبه النادي الاهلي. يبقى عندك مساحات، وكانت موجوده المساحات النهارده زي ما اتكلمنا، وقلنا ان الفرق الكبيره بتسيب مساحات ورا ظهرها. أيوة. ورا الطرفين بتوعها. النهارده لقينا مساحات كتيره لعلي معلول اللي اتحرك فيها، مساحات كتيره لطاهر محمد طاهر اتحرك فيها، مساحات كتيره لعبد القادر اتحرك فيها. كانوا النهارده الحقيقه يعني بيأدوا اداء رائع جدا واداء راقي جدا جدا. الاهلي النهارده اعتقد عمل كل حاجه في كره القدم. صحيح. شوط من اعظم الاشواط اللي لعبها النادي الاهلي في تاريخه. مزبوط. اعتقد يعني حتى في كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا النهارده الاهلي كان بيعزف سيمفونيه في الشوط الاول. 3-0 تأدي اداء راقي جدا، الظروف ساعدتك مفيش مشكله، الطرد ساعدك زي ما انت بتقول يا كابتن. فعلا هي دي مثلا استغلال احدى المساحات ورا الخصم، المساحات اللي موجوده لطاهر محمد. بالزبط. وهتلاقي الناحيه الثانيه لعبد القادر في مساحات موجوده. مزبوط. او دي اللي اتكلمنا عليها. صح. تمام. لكن كون ان الظروف ساعدتك، لكن انت قدرت تستغل الظروف اللي ساعدتك دي. ايوه، قدرت ان انت ده. هما كمان خلي بالك قبل الطرد الثاني ده يمكن 10 1 2 3 4 5
قبل الهدف الاول. لا لا ده قبل الهدف الاول. دول خمسه ودول اربعه، دول تسعه كابتن. 10، ما انا بقول لك قبل الطرد الثاني. اه بالظبط. فالنهارده ساعدتك الظروف وطرد منهم اثنين لعيبه، لكن انت قدرت تستغل ده بشكل كويس. ايوه صح. هارد لك فرقه الهلال، فريق قوي، فريق محترم، لكن مبروك للنادي الاهلي. صحيح. النهارده جيم من افضل يعني من افضل او شوط من افضل الاشواط اللي كلنا استمتعنا بيها الحقيقه، كره قدم ولعب واداء ونتيجه، كل حاجه، حتى الروح القتاليه النهارده كانت موجوده من اول دقيقه لاخر دقيقه. صحيح. ممكن كنا نروح بالمباراه في حته ثانيه خالص مختلفه كمان. مزبوط. كنا ممكن نروح فيها لسته وسبعه زي ما قلت، ولكن برضو مبروك للاهلي النهارده الحقيقه، رد على كل الناس، على كل الناس اللي كانت بتشكك في قيمه وامكانيات وقدرات النادي الاهلي، اخرس جميع الالسنه. بالظبط. انت النهارده بتتكلم زي ما قلت يا كابتن ايمن، اللي كان عنده شك بسيط ان الاهلي الافضل، لا النهارده الاهلي بيثبت بالفعل ان هو الافضل في التاريخ. صحيح. وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي بيهني النادي الاهلي بالحصول على الميداليه البرونزيه للعام الثاني على التوالي. كابتن شريف، عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه الهجوم الغير مبرر على مستر موسيماني الفتره الاخيره، سواء فاز او لم يفز. بص يا كابتن ايمن، جماهير النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي حاجه كبيره جدا عند الناس كلها. اي حد بيبقى موجود عندنا شكل وعندنا دستور احنا متربيين عليه كلنا، عندنا حجر مغلقه لما بنتكلم في اي حاجه، او مش متعودين الدنيا خدت بالك انها تعرف اي شيء بسهوله كده، او من مسؤول عندنا او من اي حاجه. ف وصول كاس العالم للانديه في ظل التجديدات، في ظل لعيبه خارجه ولعيبه داخله واستقطابات شتويه وحاله من ثبات التيم، وداخل على بطوله افريقيا وداخل على بطوله كاس العالم للانديه، فابتدت حاجات احنا مش متعودين عليها، ان احنا نبقى بنتعرف عليها سهل كده من السوشيال ميديا. او ممكن انا اسالك سؤال في مؤتمر صحفي فانت كايمن مش مستر موسيماني ترد تقول لا احنا اصل احنا لا هنعمل ونسوي ونقول كذا ومش عارف. طب يا كابتن شريف، نستاذنك بس نعيش اجواء الفرحه مع نجومنا ونروح على غرفه ملابس لاعبي النادي الاهلي ولقاء مع زميلنا امير هشام ومعاه كابتن عمرو السليه. يا كابتن عمرو، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. مباراة كبيرة، مباراة حماسية مع فريق كبير زي الهلال، لكن هي كانت بميدالية، وميدالية مهمة بالنسبة للأهلي وجماهيره. طبعا يعني النادي الأهلي طبعا أي بطولة بيدخلها بيلعب على البطولة. كان عندنا طموح احنا والجمهور السنة دي ناخد ميدالية مختلفة، كان نفسنا نلعب في النهائي، بس الظروف ما ساعدتناش. اللعيبة كانت مركزة النهاردة، مهما كانت الظروف مهما كانت المباراة صعبة قدام فريق كبير لازم ان احنا نعمل اداء ونتيجه كويسه، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق الميداليه. سليه بالذات يعني اكيد من ضغط مباريات كتير سواء مع منتخب مصر، مجهود كبير وعظيم، وطبعا وصول المباراه النهائيه لكن ما كانش لينا نصيب، لكن في نفس الوقت ضغط ماتشات كبير جدا وبتادي، واحد ابرز اللاعبين في مصر ان لم يكن افضلهم. ما فيش طبعا يعني الضغط اللي احنا فيه ده طبيعي طبعا، عشان مباريات المنتخب والمعسكرات والكلام ده، الواحد بيحاول يعني يعمل ريكفري على قد ما يقدر، وهنا طبعا المدرب بيحاول يريحنا على قد ما يقدر لو في فرصه، بس ده قدرنا ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، بنلعب على بطولات وبتلعب منتخب مصر، فلازم تبقى موجود على طول ومركز وبتأدي بنفس الاداء، والحمد لله على المكسب النهارده. لولا الظروف كان ممكن نوصل النهائي؟ طبعا كان حلم الناس كلها وحلم اللعيبه كلها ان احنا نوصل نهائي، وكان الموضوع سهل مش صعب، بس الظروف ما ساعدتناش. البرونزيه الثانيه ليك ان شاء الله باذن الله السنه الجايه. السنه الجايه ان شاء الله ميداليه مختلفه. والنادي الاهلي يظل دائما مصدر الفرحه والسعاده لجماهير الشعب المصري. اتفضل يا كابتن شريف. بس فانا كنت بقول لك ان احنا مش متعودين ان احنا بنعرف من اي مؤتمرات او اي حاجه بتدور داخل النادي الاهلي. عندنا دايما الشيء الخاص بينا، وفي ناس مسؤوله هي عندها التصريحات دي وهي عندها اللي بتطلع، زي ما يكون في لعيب انت مستخدمه للنادي الاهلي ما بتشوفوش الا هو بيتصور من الشكل التسويقي مع التيشيرت مع المؤتمر الصحفي اللي بيظهر ان هو اتضم خلاص. اي حاجه عندنا احنا بتيجي بعد النجاح، بعد كل حاجه. اللي انا عايز اقوله في لحظات كده بتعدي علينا ربنا بيوجهنا بعد كده، زي يوم زي النهارده ده يخليك تكسب. صحيح. شكل التفكير، شكل طريقه اللعب مع اي فرقه مهما كانت اسمها او مهما كان وجودها، ازاي تقدر تستغل جميع الامكانيات اللي عندك من اللعيبه. فدي حاجات المكاسب الكتير قوي اللي احنا
يعني بنعيشها مع مديرين فنيين، بنعيشها مع اداره، بنعيشها مع مؤسسه كلها. وبعدين nobody's perfect، يعني ما فيش حد في العالم صحيح. كامل يعني صحيح. هو والراجل اللي جاي برضو بقالوش كتير، بقاله سنه ونص معانا، يعني هيتعرض لده ويتعرض لده ويتعرض لده ويتعرض لده، وفي شخصيه كل واحد ممكن يتكلم عن نفسه. فبعد كده بتحصل له حاله لتصحيح الامور. بطوله النهارده اضافت ليه البرونزيه، بيحقق برونزتين ورا بعض، فالحاجات دي بتديله حاله معنويه كبيره جدا في ظل وجوده في النادي الاهلي. اسمه بيرتفع اكتر مكان موجود. النادي الاهلي دايما، يمكن لما جه مستر فايلر احنا كنا نعرفه كان بيمسك فرقه زي انترلخت او حاجه زي كده في بلجيكا. احنا لما جه عند النادي الاهلي اتعرف لقاره بحالها، اتعرف للقاره عنده كمان، اتعرف في اوروبا كلها انه مسك فرقه زي دي وحقق بيها مستوى جيد جدا. فاللي بيجي مع النادي الاهلي هو البلس، اللي بيجي مع النادي الاهلي هو اللي بياخد الاكتر، زي اللعيب اللي بيجي مع النادي الاهلي وما خدش بطوله في حياته، بيتوجد في بطوله زي دي تلاقي نفسه بياخد بطوله، بكره بياخد بطوله ثانيه. محمد عبد المنعم النهارده بياخد الميداليه، بيستلم فضيه في افريقيا وبيستلم هنا في العالم. بعد ما كان موجود اسبوعين تقريبا من انضمام الاهلي كان موجود في اعاره، خدت بالك؟ ففي حاجات كتير قوي مع النادي الاهلي، مكاسب الحقيقه كلها. و ما زي ما قال عادل، ما تبصش للناس اللي هي بتحاول تخربش او بتحاول تدور على اي حاجه صحيح. تعوق مسيرتك. انت عمرك ما مسيرتك هتعوق، لان احنا مؤسسين كلنا مظبوط، يعني واخدين الفاكسين كويس قوي، يعني كلنا متطعمين كويس قوي، متطعمين على كلمه النادي الاهلي. كلمه النادي الاهلي هي البطولات واسعاد الجماهير والبنك. صحيح. الف مبروك، والنهارده ربنا بيكافئك مكافاه كبيره الله. جدا بفوز كبير جدا، ما تلتفتش لاي حاجه. كابتن اسامه، يبقى دائما النادي الاهلي فعلا زي ما قال الكباتن وكابتن شريف قال، ان النادي الاهلي دائما هو مصدر الفرحه والسعاده لجماهيره وجماهير الكره المصريه بوجه عام. ما فيش شك في كده، يعني في كل البطولات اللي النادي الاهلي بيدخلها بيفرح الشعب المصري، بيفرح الجماهير الاهلي بصفه خاصه على مدار تاريخه، دايما بيشرف الكره المصريه حتى على المستوى المنتخب. تملي بتلاقي نص او ثلاث ارباع المنتخب من النادي الاهلي. شوف كم واحد شارك مع النادي الاهلي في البطوله اللي هي الامم الافريقيه اللي لسه مخلصينها واخدين برونزيتها. قبل كده في كاس العالم 90 كنا حوالي 13 واحد، وعلى مدار التاريخ بقى حتى النادي الاهلي بيقدم لعيبه دوليين في كل الالعاب، حتى مش في كره القدم بس الحمد لله دلوقتي بنتكلم على كره القدم تحديدا. فنادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، واهم نادي في الوطن العربي وفي افريقيا، مشرف الكره المصريه وجماهيره دايما. صحيح. والنهارده واحده من الحاجات اللي بيكمل بيها مسيرته، يعني هي مسيرته خلاص متواصله في المكاسب واسعاد الجماهير. يعني تعال بقى نسعد بالمره مع المجموعه، ونروح مره اخرى لزميلنا امير هشام ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان كمان مدرب العام للنادي الاهلي. يا كابتن سامي، انجاز جديد بيضاف للجهاز الفني واللاعبين النهارده في ظروف كانت صعبه جدا، لازم نركز على الجزئيه دي، فبالتالي احنا عندنا رجاله. طبعا بشكرهم اللعيبه، طبعا بشكر اللعيبه على الجهد دوت. وزي ما انت قلت، احنا بالنسبه لنا دلوقتي الحمد لله انجاز، لكن الانجاز الاكبر بالنسبه لنا والتحدي ان احنا ان شاء الله نيجي السنه الجايه وان شاء الله نلعب على المباراه النهائيه. لكن النهارده في ظل الظروف ديت الحمد لله بتلعب منافس كبير جدا، عنده خبرات كبيره، بطل اسيا، عندهم لعيبه محترفين كبيره، عندهم ميزانيه ما شاء الله برده كبيره جدا. ان انت بتثبت شخصيتك النهارده وبتثبت ان انت فريق كبير، فريق عندك تاريخ، فريق عندك اللعيبه بتحمل مسؤوليه في الاوقات الصعبه كلها، كل الشكر ليهم طبعا. واتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه بقى عندنا بطوله افريقيا اللي هي بتجيبنا لحد هنا، اعتقد ان شاء الله نركز فيها عشان نحقق اللقب ونرجع تاني ان شاء الله بطموح جديد وتحدي جديد ان شاء الله السنه الجايه. الاهداف والدوافع والطموح لسه موجوده يا كابتن. مهم جدا، انت عارف جمهورنا ميداليه جديده تحديدا، انت عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيحب الافضل، بيحب فرقته تكون رقم واحد، وده اللي احنا بنشتغل عليه، وده اللي الراجل دايما بيتكلم فيه. تيشيرت النادي الاهلي غالي، اسم النادي الاهلي كبير، اعتقد الحمد لله ان احنا ان شاء الله السنه دي برضو ثبتنا ان احنا فرقه مميزه، لكن السنه الجايه ان شاء الله. الشيء الجميل يا كابتن اسامه ان النادي الاهلي برغم الانجازات وبرغم التاريخ الكبير، انما حتى في المكسب في اتزان. طبعا، يعني طول عمر لعيبه النادي الاهلي، طول عمر الاجهزه في النادي الاهلي سواء على المستوى الفني او على المستوى الاداري، لا حتى عند الفرحه، الفرحه بحساب،
الفرحه فيها اتزان، الفرحه فيها عدم اساءه للغير. دي حقيقه، ودي يعني موروثه زي الروح والقتال في الماتشات والاصرار في لغايه اخر دقيقه. يعني النادي الاهلي تملي يقول لك الاهلي بيجيب اهداف في الدقيقه 90، فخلاص بقت معروفه عننا. برضو فرحتنا عامه في البطولات ما بتبقاش مبالغ فيها زي فرق اخرى. بيبقى عندنا تملي اتزان وثبات انفعالي، ولما بنكسب بطوله هتلاقيهم هم النهارده مثلا هيفرحوا، هيقولوا لهم بالليل مثلا او بكره تفكروا بقى في ماتش الهلال السوداني والدوري، مش هنقعد يعني نحتفل اسابيع يعني. بالظبط. فهي خلاص انت واخد ايه؟ ثالث كاس عالم. يعني دي خلاص هي طبيعه النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي في كل الالعاب، حتى مش في كره القدم بس احنا بنتكلم على كره القدم تاني. فالاتزان في الفرحه موجود، ودي من شئم الفرق الكبيره والابطال. يعني عارفين ان هي بطوله وعدت، والناس هتبتدي من اول ما يجوا المطار هيقولوا لهم بقى فكروا في الهلال السوداني وفكروا في الدوري العام وفكروا في البطولات اللي جايه. ف طب خلينا كابتن اسامه اكلمك على احد اللاعبين اللي هم كانوا في الفتره الاخيره حصل عليهم هجوم كبير جدا، ادى بطوله هايله البطوله ديت، عمل مباراه ولا اروع، واستحق اليوم فعلا رجل المباراه، الا وهو ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي ونجم مباراه اليوم. تعالوا نروح سريعا نشوف لقاء مع زميلنا مش موجود، طب هنستناه وبعدين نتكلم على ياسر ابراهيم الاول. ماشي. لا وفعلا ياسر النهارده عمل مباراه كبيره، وحتى المباراه الاولى بتاعت مونتيري عمل مباراه كبيره. يمكن الماتش اللي فات بس الاداء ما كانش فيه اتزان شويه مع رامي وايمن، كان فيه لخبطه شويه الكره اللي غطى فيها، لكن النهارده فعلا هو يستحق رجل المباراه. جاب هدفين هايلين كانوا مؤثرين جدا في حسم النتيجه من بدري، يعني جون في الدقيقه 4 وجون في الدقيقه 16 بدماغه، فكانوا من الحاجات اللي حسمت المباراه من بدري، وحط الضغط كبير جدا على فرقه الهلال السعودي. فما فيش شك انك انت تبقى مدافع وتجيب هدفين وادى حتى في المواقف الدفاعيه بشكل كويس، فيستحق رجل المباراه، وربنا يوفقه ويفضل على هذا المستوى يعني. يا رب ان شاء الله. طيب عندنا الاتحاد الافريقي، تهنئه للنادي الاهلي، وزي ما نقول كده الكاف بيهنئ النادي الاهلي ببرونزيه مونديال الانديه. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف حرص على تهنئه النادي الاهلي على تتويجه بالميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه للمره الثالثه في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الهلال السعودي برباعيه نظيفه. وهو ده دائما النادي الاهلي، وهو النادي الاهلي زي ما قلنا هو مصدر الفرحه والسعاده للجماهير المصريه بوجه عام. تعالوا بقى نشوف نجم مباراه اليوم ياسر ابراهيم ولقاء مع زميلنا امير هشام. واحد من نجوم المباراه ياسر ابراهيم، هدفين النهارده واداء اكثر من رائع. ياسر الف الف مليون مبروك. حبيبي الله يبارك فيك يا امير. الحمد لله طبعا ببارك للعيبه الرجاله دي اللي كانت قلبها على قلب رجل واحد في الملعب، حدش قصر، حدش بخل بنقطه عرق واحده، فطبعا بقول لهم مبروك، وببارك للجهاز الفني والاداري والطبي، وببارك للجمهور طبعا. حبيبي يا كابتن وليد الله يبارك فيك، وببارك طبعا للعيبه، للجمهور اللي كان في ظهرنا وداعم لينا في كل مكان بنروحه. احنا اي نعم كان نفسنا نعمل لكم حاجه، ناخد مركز افضل من كاس، الحمد لله ربنا ما قرطش. ان شاء الله نوعدكم باذن الله ناخد افريقيا على المركز المره الثالثه على التوالي ان شاء الله، وهنيجي هنا تاني ان شاء الله يعني كاس عالم نحقق مركز افضل من كده ان شاء الله. توقعت تجيب جونين النهارده؟ لا والله ما توقعتش خالص، ما حدش بينزل متوقع، بس طبعا ده توفيق من عند ربنا طبعا، بحمد ربنا بشكر فضله طبعا، وبشكر الناس اللي باركت لي كلهم، واحنا كلنا هو ده النادي الاهلي، كلنا على قلب رجل واحد منعومي. حبيبي وده النادي الاهلي، ودي لعيبه النادي الاهلي بتظهر في اي وقت طبعا، بقول لهم مبروك. حمدي طبعا صديق الغرفه. فببارك لهم طبعا، وببارك لوالدي ووالدتي بدعواتهم طبعا، ومراتي واولادي، بقول لهم الف مبروك ان شاء الله، وبهدلكم دي ان شاء الله. خبطه جامده قوي في عينك في ماتش بالميراس، الحكم ولا كانه موجود هنا؟ والله انا شفتها يعني، انا لما جه قال لي بقول له الكوره دي طرد، قال لي لا هو طالع من الجنب، لما شفتها في الفيديو كارثه 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 زي ما انت بتقول فعلا. انت وراه في كل حته يا ابني.
طيب ميدالية برونزية تانية ليك مع الأهلي في تاني موسم على التوالي على طول، فبالتالي طموحك الفترة الجاية بتفكر ازاي وازاي بتخلق لنفسك دوافع؟ انت تعتبر حققت كل حاجة مع الأهلي لحد دلوقتي، بس الدوافع دايما لازم تكون موجودة باستمرار عند لعيب النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي كان جمهور النادي الأهلي زي ما بيقولوا كده بالمصري ما بيشبعش، واحنا كمان لازم تكون انت لعيب ما بتشبعش من البطولات، لا انت كلها كام سنه بتلعبها لازم تحقق فيها اكتر حاجه من البطولات. طبعا كلنا هنفرح النهارده وهننبسط بالميداليه، بس لما نرجع على طول خلاص هتلاقي الصفحه دي اتقفلت وتفكر في افريقيا وتفكر في اللي وراك على طول. هو ده النادي الاهلي، ما بياخدش حاجه ويفرح بيها ويفضل يتباهى بيها على طول، لا بنقفل على طول الصفحه بنفكر في بعد كده. بعد كده كل ده بيتحط خلاص، البطولات بتتحط في الدولاب، لسه افكر في بكره وافكر في بعدين ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله مزيد من البطولات. فعلا النادي الاهلي هو اكسيد السعاده لجماهيره وللشعب المصري. خلينا نكمل بقيه كلام كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي على مستر موسيماني. مستر موسيماني تعرض لهجمات عديده جدا او لهجوم عديد جدا الفتره الاخيره، سواء قلنا كان بيكسب او كان بيخسر، او يكسب ويقدم عرض جيد او يكسب وعرض سيء. انا بتكلم دلوقتي مش علشان احنا كسبانين وعاملين مباراه كويسه، انا قبل المباراه قلت الكلام ده، ويمكن حضراتكم تفتكروا اللي شاف الانترو يعني تفتكروا الكلام اللي انا قلته. مستر موسيماني بيتعرض لهجوم عنيف جدا. مستر موسيماني بالورقه والقلم، لا الراجل عامل انجازات في سنه وكم شهر، ما كملش سنه ونص. مستر موسيماني جايب، انا بعتبر الميداليه البرونزيه في كاس العالم ده انجاز، ده انجاز، دي بالنسبه لي بطوله. كان الهدف السنه دي طبعا الظروف صعبه جدا اللي اتحط فيها النادي الاهلي، كان الهدف اللعب على المركز الاول والثاني، ولكن الظروف الصعبه اللي اتحط فيها النادي الاهلي اجبرته على انه يحتفظ بالميداليه البرونزيه او المركز الثالث اللي حققه السنه اللي فاتت. ولكن اللي انا عايز اقوله للجماعه اللي هم كانوا بيهاجموا مستر موسيماني عمال على بطال، انا ايه اللي بيقيم لي المدير الفني؟ نتائجه، انجازاته. هو راجل مع النادي الاهلي حتى الان ناجح في مهمته. تعالوا بقى نشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه مع زميلنا امير هشام. To be honest with you, I'm not very happy. I'm not very happy tonight because I needed a different color on the medal. Because this time I was thinking that we have a very, very big chance to make it. But alhamdulillah, we got something for the club. We got something for Egypt. We got something for Africa. So we got the medal. The same as last year. If I'm critical to myself and my team, we did not improve. But if I'm humble and appreciate what God gave us, alhamdulillah, we got something. Our supporters deserve something and they are happy they came here. They were singing, at least they got something, you know? So that is what is important on the positive side of this. And the last positive side is we do back-to-back with the players. These players are very good. They do back-to-back Champions League, back-to-back CAF Super Cup, back-to-back in the World Cup. Alhamdulillah, it means I have a good team. I have the players. And I want to thank the board of Ali. I want to thank the supporters of Ali. I want to thank everybody for all the support and contribution we get, the support. And we can do better, to be honest. We can do better. طول قوي في الاجابه الحب، بس اجيب لك اللي قاله. هو بيقول اول حاجه، بيقول للامانه برغم الميداليه البرونزيه اللي حققناها النهارده انا مش سعيد، كان نفسي احقق ميداليه بلون تاني مختلف. انا كنت مؤمن ان السنه دي وكان عندي عقيده ان السنه دي ممكن احقق ميداليه افضل من ميداليه السنه اللي فاتت، بس الحمد لله جبنا حاجه ميداليه عشان نرجع النادي. ميداليه دي بنهديها للنادي ولبلدنا مصر، البلد مصر يعني، والافريقيا مش بس للنادي الاهلي. قال لك ان كان سيدي عنده امل يحقق الميداليه اكتر من كده، بس بيقول لك خلاص ان شاء الله السنه الجايه. بيشكر مجلس اداره النادي الاهلي، بيشكر رئيس النادي الاهلي للدعم المتواصل، بيشكر جماهير النادي الاهلي اللي بتدعمه على طول وبيهدي له ميداليه. اوكي عايز اساله سؤال كمان، هو فيما يتعلق بجمهور النادي الاهلي.
طيب خليني مستر بيتسو مستمعيني نروح بمؤتمر صحفي ويل كونتينيو ليتر. اوكي اوكي جود لك. طيب يعني مستر بيتسو مستمعيني في هذه اللحظات عنده المؤتمر الصحفي وبالتالي يعني كان لازم دلوقتي يسيبنا ويروح هناك، لكن هنحاول باذن الله ان احنا نجيبه تاني ونتكلم معاه لان عندنا محاور كتير جدا عايزين نتكلم فيها مع مستر بيتسو موسيماني اللي في الحقيقه عمل مجهود كبير ومشوار عظيم جدا مع النادي الاهلي. الان عوده للاستوديو وان شاء الله باذن الله هيكون في كواليس اكتر واكتر. استنونا وما زلنا عايشين اجواء الفرحه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى، ارجوكم انتظرونا. مرة تانية أعزائي المشاهدين وما زلنا مستمرين وعايشين أجواء الفرحة معاكم. هنروح لزميلنا أمير هشام مرة تانية ولقاء مع محمد هاني من نجوم النادي الأهلي. محمد هاني اللي عامل بطولة كبيرة جدا، هدف في المباراة الأولى صعادة النادي الأهلي نصف النهائي وكمان تألق كبير جدا في المباراة الثانية حتى لو شارك شوط واحد، لكن مجهود كبير يا هاني وببارك لك في البداية. حبيبي أمير ربنا يخليك. يعني طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي كله وجماهيره والفرقة كلها، فرقة رجالة جدا يعني بجد. يعني الفرقه دي في الوقت الشده بتبين المعدن بتاعهم واعتقد الناس كلها شافت يعني، وحتى لو في غيابات او في ناس مصابه او في ناس مش موجوده اي حد بيلعب بيبقى كويس، وده اللي النادي الاهلي اثبته واللي الفرقه دي اثبتته. الحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر بميداليه. يعني طبعا كان نفسنا ان احنا نوصل نهائي، هو ده اللي احنا كنا متوقعينه يعني، بس يعني خير طبعا كل حاجه خير الحمد لله، والحمد لله اللي احنا روحنا بميداليه برونزيه يعني الحمد لله. رغم كل الظروف والصعوبات الفرقه مرت بيها، اصابات ومواعيد متضاربه في الاجنده الدوليه، هيئتوا نفسكم ازاي بالطريقه اللي خلتكم تجيبوا الميداليه البرونزيه في الاخر رغم كل الظروف دي؟ وما كانش بالمناسبه حد يتوقع ان ممكن الاهلي يكون بالاداء ده وبالنتائج دي. انا بقول لك يعني اللعيبه، يعني احنا قعدنا مع بعض حتى قبل ما اللعيبه بتوع المنتخب يجوا، الناس الكبيرة كلها كلمت، كان وليد الكابتن وليد سليمان ورامي ربيعة يعني كل وعلي معلول طبعا، يعني الناس الكبيرة كانت موجودة وكلمنا ان احنا يعني مجرد ما بتلبس تيشيرت النادي الاهلي ده وتنزل الملعب انت كل حاجة محسوبة عليك، مفيش حاجة اسمها اصل ده مش موجود اصل ده في المنتخب، خلاص هو ده قدرك هو ده النادي الاهلي. فاللعيبه كلها بصراحه اتفقنا ان احنا نعمل حاجه محترمه، يعني حتى اول ماتش كان بالنسبه لنا اصعب ماتش، الحمد لله ربنا كرمنا فيه وقدرنا ان احنا نكسبه ونوصل يعني اللي هو الادوار اللي بعد كده يعني. طموح محمد هاني بيتجدد ازاي مع النادي الاهلي؟ تقريبا يعني الفتره اللي فاتت كنت بعيد شويه، لكن قدرت ان انت ترجع وتثبت امكانياتك الكبيره اللي احنا كلنا ثقه فيها، لكن تجديد الدوافع بالتحديد لان ده امر بيهم قوي جماهير النادي الاهلي، دايما يقول لك بعد السنه اللي فاتت قال لك جبنا برونزيه فممكن الجيل ده ما يفكرش ان هو يجيب ميداليه ثانيه او ان هو ما يروحش كاس العالم وكلام من ده، انتوا ازاي كجيل بتجددوا الدوافع بالنسبه؟ لا يعني احنا الجيل ده يعني الحمد لله كسرنا حته ان انت ما بتاخدش بطولات او ما بتاخدش افريقيا او ما بتروحش كاس عالم، كنا دايما بنقعد نسمع من اللعيبه الكبيره اللي هي راحت كاس عالم قبلنا واللي خدوا افريقيا كانوا يقعدوا يقولوا لنا ده احساس حلو ان انت تاخد افريقيا وحاجه تانية خالص ان انت تروح كاس عالم الانديه، فالحمد لله اللعيبه كلها اللي موجوده هنا كلها عندها طموح اللي هي عايزه تعمل كده وعايزه تعدي الناس اللي قبليها، ودي حاجه حلوه يعني كل اللعيبه اللي هنا عندها طموح عايزه توصل كل سنه وخلاص. يعني احنا بنخلص الماتش، يعني احنا خلاص خلصنا الماتش النهارده هنفرح ونبسط وكل حاجه، هنرجع بقى بكره خلاص انت بتقفل بقى القصه دي خالص، عندك بقى ماتش مهم جدا الهلال السوداني هناك، ماتش طبعا ماتشات الرخمه اللعيبه كلها لازم كله هيقفل بقى قصه كاس العالم للانديه دي، انت خلاص داخل في بطوله تانية وهي بتبتدي من هنا عشان توصل تاني لكاس العالم للانديه بس، فهو ده زي ما قلت لك هو ده قدرنا يعني. توفيق هاني والف مليون مبروك. حبيبي ربنا يخليك. شكرا يا حبيبي. يعني محمد هاني في الحقيقه من النجوم الكبار جدا واللي عامله بطوله مميزه رغم يعني كل الانتقادات اللي كانت عليه، لكن واضح ان شخصيته قويه قدر ان هو يثبت لجماهير النادي الاهلي انه لعيب كبير، بننتظر منه المزيد بكل تاكيد وفي كل الاحوال ان شاء الله باذن الله كل لاعبي النادي الاهلي يكونوا رجاله خلال الفتره اللي جايه المليئه بالمباريات وبالتحديد التحدي الافريقي شيء مهم، لكن النهارده يبقى الاهلي كبير افريقيا وكبير العرب كمان بعد الفوز على الهلال برباعيه نظيفه، لسه مستمرين معاكم وان شاء الله كواليس اكتر واكتر. استنونا. فوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه انجاز تاريخي جديد لم يتوقعه احد قبل البطوله. لظروفنا طبعا، الظروف الصعبه اللي مر فيها النادي الاهلي، واحنا قلنا وكمان بلال اتكلم وقال لك ان انا لما قلت الاهلي بمن حضر ولكن في كاس العالم لا، انا كنت متوقع كده لان انا بقول لك مخصوص عشانك.
لانه بص يا كابتن حاجه مهمه عايز اقولها لك. انت طول الوقت كابتن عادل معانا على الشاشه. اكرم توفيق بيهنئ لعيبه النادي الاهلي بالانجاز الذي تحقق اليوم. ابو الرجاله اكرم ده راجل. طب خلينا نسمع قال لهم ايه. طيب ماشي يلا بينا. انت بتاع سله؟ انا اول مره اكلم واحد بتاع سله والله. ازيك يا بيش؟ كاب سعيد فين؟ كاب سعيد سلام عليكم. صلي صلي يا رجالة. فين كابتن خطيب؟ فرحة جميلة جدا. وشايفين المهندس خالد مرتجي، وطبعا عارفين تواجد تقريبا معظم أعضاء مجلس الإدارة بجانب اللعيبة هناك. طبعا مقدرين الفرحة ومقدرين التعب ومقدرين المجهود، مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولكن في نفس الوقت كان عندنا كلنا أمل وثقة كبيرة جدا جدا في لعيبه النادي الاهلي. طبعا انا متاكد من فرحه الكابتن محمود الخطيب دلوقتي بلعيبته وبالانجاز اللي اتحقق في ظروف صعبه جدا جدا جدا. فحاجه يعني فعلا فعلا احنا فخورين ان احنا اهلاويه. اي اهلاوي او اي واحد حتى من الجماهير المنتمين للنادي الاهلي من حقك انك تفرح، من حقك انك تفتخر، من حقك انك لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي تقول هو ده فعلا النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي صاحب الانجازات التي لا يكررها سوى النادي الاهلي. كابتن عادل طبعا حاجه عظيمه جدا اللي احنا شايفينه ده، انجاز تاريخي صعب ان يتكرر. اكيد طبعا، بس هو احنا كنا اتكلمنا على ظروف النادي الاهلي في الوقت. شايفين محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم احد مكاسب النادي الاهلي في ده، عنده ماتش تاني ولا ايه؟ واخد شنطه وماشي. لا الفرحة جميلة فعلا، ودايما هو النادي الأهلي صاحب الفرحة وصاحب السعادة. وده جيل النادي الأهلي الجديد، اللاعبين يعني حمزة علاء ومصطفى شبير ومحمد عبد المنعم كلهم فرقة واحدة، ومحمد أشرف ده الناس اللي طالعة جديدة بيقعدوا في وسط اللعيبة الكبار. خلي بالك أنت كلمتني على محمد عبد المنعم قبل المباراة، أول مباراة لمحمد عبد المنعم وواخد فيها ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية، والكابتن شريف برضه. محمد عبد المنعم يا كابتن ابن النادي الأهلي أصلاً من زمان، يعني لعيب من اللعيبة اللي كنا دائماً حاطين في دماغنا إن هو لازم يبقى متواجد، ومتواجد بصوره اساسيه. الكلام ده من 3 سنين وليس السنه دي. أيوة. خلي بالك. أيوة. يعني انا متكلم عليه من 3 سنين، انا دربته وجبته من الفرقه الاصغر، لعبته مع فرقتي وقلت لازم يلعب ولازم يطلع الفريق الاول ويلعب في الفريق الاول لانه يقدر، لانه عنده ميزه خفيه حركه، عنده فكر كويس، عنده جسم وعنده سرعه كويسه قوي. مزبوط. بيعرف يلعب إذا في التغطية، وممكن يلعب في الأربعة كويس ويلعب في الخمسة كويس، وبيطلع نص الملعب. ده لسه محمد عبد المنعم، بس عشان لسه الناس يعني مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي لسه ما طلعش لقدام. أيوة. محمد عبد المنعم يطلع لقدام بعد كده. محمد عبد المنعم هيجيب جوان كتير بدماغه. هداف خلي بالك. أيوة. هو جاب في السودان وجاب لنا بالظبط، لكن لا ده لسه لأنه التكوف بتاعه عالي قوي على رغم قصره شوية، لكن التكوف بتاعه عالي قوي. بيعرف يجيب جون، بيعرف يوجه دماغه، بيعرف وبيعرف يطلع يعمل الدريبل ويطلع يعمل الباص ويتحرك. يعني
في التكمله بتاعته هتشوف ابراهيم سعيد في التكمله بيعرف يبدا هجمه من تحت كمان بيعرف وعنده سرعه بس هو لسه عارف في البدايه لسه شويه الحته بتاعت ان هو يروح ولا ويشتغل حته لسه 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 شويه ولكن في اخر الامر يعني انا يعني ما كناش متخيلين بالامانه خلينا نتكلم كلام منطقي يعني انت رايح تلعب بطوله عالم بطوله قويه جدا انت رايح تلعب مع انديه كبيره قوي انت رايح تلعب مع انديه صعبه وعندك نقص كبير ما يعملهاش الا النادي الاهلي بجد يعني خلينا نبقى منطقيين في مصر ما يعملهاش الا النادي الاهلي فرحانين عشان سوليه كمان النهارده جاب جول بيتوج معاه عادل ها بالمجهود الكبير اللي كان فيه سوليه لاعب كبير بس هو زي ما اتكلمنا انه الانجاز ده او طريقه اللعب اللي حصلت دي او المكسب النهارده والمكسب المباراه الاولى ده خاصه بالنادي الاهلي بس تعالى نتكلم بمنتهى المصداقيه مفيش نادي في مصر يعملها ليه في انديه كتير قوي يا كابتن ايمن بتتاثر بلاعب وفي انديه بتتاثر باثنين لعيبه وفي انديه بتتاثر بثلاثه لعيبه لكن نادي ما يتاثرش ب 11 او 10 لعيبه صعبه صعبه جدا اول ماتش لو فاكرين احنا مش كنا خايفين عشان بنحب النادي قوي كنا عايزين نبقى مكتملين ليه علشان دي كانت فرصه كبيره لينا السنه دي لو كان اعدادنا جيد هو انا مش بفتري او ان انا مش مرضي بالبرونزيه لا انا مش مرضي بالبرونزيه بس لو حطينا الظروف ما هو انا اللي قبلها النادي الاهلي ماشي الظروف لكن انا شخصيا كنت عايز تاني او أي. اول اي كان عندك فرصه كبيره انت كنت عايز تلعب على النهائي قصدك مش هلعب كان عنده فرصه مش هلاعب تشيلسي مش هلاعب بطل اوروبا الا في النهائي اي لكن ظروفنا الصعبه الناس لازم تعرف مظبوط انت في لعيب لما ما بيلعبش الدوري ودوريات صحيح. وبطولات بتروح من انديه صحيح انت ما لعبش معاك ناس كتير عملت الماتش الاولاني طمعت الناس تاني قلت لهم بس خلي بالكوا الماتش التاني اللي انت عملته انت كان عندك بطلك برضه ايوه وكان عندك مشكله وفي التحكيم برضه كان في مشكله في التحكيم لا وكمان احنا ما هو حلاوه النادي الاهلي انك انت بتنتقد نفسك عشان كده بتكسب تتعلم مش انت قلت للكابتن اسامه والكابتن شريف والكابتن بلال قلت له النادي الاهلي لما بيكسب بيبقى هادي مظبوط ملتزم مظبوط ما هو ده اللي بيكسبك ما هو ايه اللي خلاك انت بتاخد بطوله وبتروح لبطوله ثانيه عارف ايه حاجه مهمه قوي اول طب بطوله لما طب بقول لك يا كابتن عادل تعال نعيش اجواء الفرحه مع اللعيبه ونرجع لحضرتك تاني نروح يلا يلا بينا حديد عمرها ما تموت مرضى شباب مهزوم او مهما وقعت بقوم اقوى وفي احسن حالاتي مع اصحابي
عشان كتير أبطال عايشين في القلوب ما تموت أسماء بحروب من نور والكون عليه عادي الفرحة حلوة زي ما قلنا. خلينا نكمل اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اللي عايز تقول حاجة يا كابتن شريف؟ لا كابتن شريف فرحان زينا. انت اليوم يومك النهارده. لا لا انت اليوم يومك يا دمشق. يمين وشمال. قبل وبعد. لا يعني 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 خلينا نبقى منطقيين. النادي الاهلي هو مصدر السعادة زي ما احنا اتكلمنا، ولكن خلينا نتكلم في ظروفنا، ظروف صعبة، ولكن انت خدت البرونزيه، كنا نتمنى ان انت تاخد الاول او الثاني، كنا عاوزين نتقدم خطوه، لكن الايام القادمه ان شاء الله هنشوف الافضل وهنشوف الاحسن وهنشوف النادي الاهلي يوصل لايه. خلاص كابتن اسامه اتكلم على انه هتبص تلاقي النادي الاهلي دلوقتي بيقولوا لهم، ولما يرجعوا من المطار بقى اول ما يدخلوا مطار القاهره يقولوا لهم لا ركزوا بقى عشان عندنا افريقيا، بطوله افريقيا بقى. انا متاكد ان بعد الفرحه دي خلاص اول ما يروحوا على العشاء دلوقتي هيقفل كل حاجه، هتلاقي الكابتن الخطيب داخل عليهم، وهتلاقي الكابتن وهتلاقي الناس كباتن الفرقه عمالين خلاص. وده حلاوه النادي الاهلي. صحيح الاتزان ده مظبوط. ما بتبص ما تفرحش قوي وما بتزعلش قوي. اخر فرحه دي بتليق علينا. فعلا حكايه الكاس العالم الانديه دي لايقه علينا اسامه. المركز الثالث والمركز الثاني، وان شاء الله كل سنه بنتمنى السنه اللي بعدها ان شاء الله ناخد افريقيا برضو نبقى موجودين هناك تاني يا رب. بيليق علينا الفوز. مين غير الاهلي يا كابتن شريف يليق عليه؟ مين غير الاهلي يليق عليه؟ المجتهد اللي بيروح لربنا. طيب تعالوا تعالوا برضو نعيش اجواء الفرحه مع مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي، ومن بعده نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ارجوكم انتظرونا. مستمرين معاكم مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان، واجواء فرحه الفريق بالفوز بالميداليه البرونزيه والفوز الكبير جدا جدا على الهلال السعودي برباعيه نظيفه. معايا في هذه اللحظات مستر ميشيل يانوكن مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. برحب بيه في البدايه وببارك له. فيليسيتاسيون بور لا فيكتوار دكتور. مساء الخير. شكرا. عايز اقول له ان هو كان بالتحديد عنده تحدي خاص جدا، غياب الشناوي الحارس الاساسي، وازاي قدر ان هو يهيئ علي لطفي للمشاركه في بطوله عالميه زي دي زي كاس العالم للانديه، وبالتالي شفنا الناتج كان علي لطفي ما شاء الله عامل اداء جيد. Tu avais un grand défi personnel avec l'absence du titulaire Chennaoui. Comment tu as pu préparer Ali Lotfi pour être prêt pour jouer? On a vu comment il a fait une grande performance lors des trois matchs qu'il a joué. Bah, tout à fait. Maman, on est dans un grand club, donc il y a toujours des défis. Des défis, on en a tout le temps. Et ici, c'était un gros défi, parce que Chennaoui, c'est quand même le meilleur gardien en Afrique. Et Ali Lotfi est derrière, donc on attendait beaucoup d'Ali. Il avait une grosse pression. Et je pense qu'il a très très bien supporté dans les trois matchs. Il a fait ce qu'il devait faire. Et voilà, on est content, parce que bon, ici, je le répète, à Ali, il faut être prêt à tout moment. Quand il arrive ton temps, tu dois prester correctement et on a une grosse pression, on le sait. Donc quand on vient jouer à la Ali, on doit être prêt. سعيد جدا طبعا. انت بتعرف ان النادي الاهلي لازم يكون تتحمل الضغوط. احنا كان عندنا احسن حارس في افريقيا الشناوي اتصاب قبل البطوله على طول، فهيئنا علي لطفي، واعتقد في الثلاث ماتشات ادى اللي عليه قبل بلاء حسن. وده طبيعي، اي لعيب في مكانه في النادي الاهلي لازم يدي اللي عنده، لازم يتحمل في النادي الاهلي، نتحمل الضغوط ونحاول المتغيرات اللي ممكن يحصل نكون جاهزين. واي حارس بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون جاهز ويكون مستواه يقدر يؤدي. فهو سعيد بيقول ان هو برغم الضغوط اللي كانت علينا علي لطفي ادى كويس، وفي الثلاث ماتشات هو راضي عن ادائه. الحقيقه عايز احييه وعايز انقل تحيات كل جماهير النادي الاهلي ليه، لان احنا لما شفنا علي بيشارك بيأدي بشكل كويس، لما شفنا مصطفى شوبير وحمزه علاء كمان لما شاركوا في كاس الرابطه ادوا بشكل ممتاز، فده اكيد ناتج مجهود كبير او نتاج مجهود كبير جدا هو بيقوم بيه مع الحراس. Il te félicite tout d'abord parce que pour les trois gardiens sont prêts. Lorsqu'on a vu Ali Lotfi ici, il a très bien joué. On a vu Mustapha Chobir et même Hamza Alaa, le quatrième gardien de Betos qui a joué la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue. Il a très bien fait. Alors ça montre qu'il a un bon plan de préparation auprès de toi que tu as fait. C'est un bon programme de préparation pour les quatre gardiens de but à la fois, pas seulement le premier. Oui, bien sûr, il faut les féliciter parce qu'il ne suffit pas de leur montrer, de travailler dur, mais il faut qu'ils comprennent et qu'ils suivent mon idée.
Je pense de là, je suis très fier. Ils ont capté ce que je veux et ils me suivent. Et ils ont confiance à 100% en moi. Tout le travail, je leur donne. Mais encore une fois, je suis fier dans le travail au quotidien. C'est des garçons qui travaillent à fond. Ils sont sérieux et ça me fait énormément plaisir. J'ai tellement de plaisir de travailler avec tous mes gardiens. لازم اهنيهم طبعا لان مش كفايه ان البرنامج بتاعي برنامج الاعداد بتاعي ليهم او برنامج التدريب لازم يكونوا هم برضو بيستوعبوا ويكونوا جاهزين عشان يستوعبوا فهم كانوا بيشتغلوا بشكل بتركيز عالي جدا وفي مجهود بصفه يوميه كل يوم بقى في تحسن وفي شغل بصفه يوميه فانا بهنيهم وبشكرهم هو بيقول لو مش بس البروجرام اللي هو حاطه هم كمان الانطباعات اللي هو اداه هو ناس مركزه ومتابعين لغايه اخر دقيقه في التمرين ارتباطه او سر ارتباطه بالنادي الاهلي بنلاحظ دايما ان هو بيحب الاهلي جدا وتواصل كمان مع جمهور النادي الاهلي بشكل كبير ايه اللي هو حابب يقوله وشعوره بتواجده باستمرار مع النادي الاهلي parce que j'aime ce pays j'aime les gens je les trouve fantastiques et ça tout de suite collé et c'est difficile à expliquer c'est une communion entre eux et moi c'est formidable quand je vais dans la rue c'est pas seulement dans la victoire aussi les rares défaites qu'on a, ils sont toujours extraordinaires avec moi. Et il y a quelque chose, une communion qui s'est passée et c'est inexplicable. Il y a quelque chose entre eux et moi et le pays, bien sûr. Il aime le pays beaucoup, il aime les gamins du Nadi l'Ahli. Il y a quelque chose, ils ont atteint le bord, dans un temps très court, il y a une chimie qui s'est passée entre les gamins du Nadi l'Ahli. Et il est content de soutenir le pays et de soutenir les gamins du Nadi l'Ahli. Les gamins du Nadi l'Ahli soutiennent et soutiennent le pays, pas seulement dans le temps de victoire, mais aussi dans les rares moments où il y a eu des défaites. Les gens aussi sont présents ici. بيدعمنا فهو سعيد وبيحب البلد وبيحب جماهير النادي الاهلي بشكره وبتمنى له التوفيق دايما في سيرته جول بون شانس اي ميرسي جو فوز ام لي سوبورتير لي سوبورتير بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن بلال يمكن كنت بتكلم مع الكباتن قبل الفاصل وقبل ما نروح للفرحه في غرف اللبس عن مستر موسيماني شوف يا كابتن ممكن نتفق او نختلف على مستر موسيماني فنيا في ادارته للماتشات ماشي. يعني ممكن في بعض الماتشات نتفق على تغييرات على تشكيل على حاجات يعني ممكن يعني فنيا يعني كمدير فني يعني لكن خلينا يعني او استعرض معاك يعني بعض الحاجات لمستر موسيماني والحاجات دي هي اللي بتثقل قيمه المدير الفني ماشي. مستر موسيماني الزمالك يكسب 5 النهائي الافريقي يكسب 2-1 ماشي الترجي ذهابا وايابا ودي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي غير مع مستر موسيماني انك تكسب الترجي رايح جاي دي ما حصلتش على الاطلاق بتكسب بطل البرازيل تمام وتاخد برونزيه كاس العالم للمره الثانيه والوداد الوداد بتكسبه برضو نفس الموضوع يعني. ذهابا وايابا الوداد الهلال السعودي اللي كان بيعتبر نفسه هو المصنف او الفريق الافضل في العرب عربيا ما قبل البطوله تمام النهارده انت بتكسبه في ثالث ورابع العالم النهارده بنتيجه 4-0 ونتيجه كبيره جدا بتكسب 2 افريقيا متتاليتين مع مستر موسيماني وبتتوج بالبطولتين متتاليتين واربعه حلو انا معاك بقى انا واحده واحده كاتب لك الكلام دوت كويس من امتى بقى يا كابتن بلال من اكتوبر في سنه ونص ما كملناش سنه ونص يعني تقريبا ما كملناهاش تقريبا سنه ونص مع الراجل في توفيق كبير مع مستر موسيماني واداره جيده في المباريات الكبيره يعني انت صحيح. كل المباريات الكبيره اللي ادارها موسيماني لا خوف على الاهلي مع موسيماني في المباريات الكبيره الحقيقه لما بيضغط على الخصم كل المباريات الكبيره كابتن شريف كل المباريات الكبيره يعني انا اللي احنا بنعددهم دلوقتي دول السيمي اللي اتكلم عليه كابتن عادل السيمي فاينل الوداد رايح جاي بتكسبه هناك 2 صحيح تمام وبتكسبه هنا في القاهره الترجي بتكسب هناك وهنا مظبوط الزمالك 5 صحيح وبتتعادل معاه وبتكسبه في النهائي الافريقي نهائي القرن بتكسبه 2-1 طب نرجع ليك مره ثانيه يا كابتن بلال وهنروح بس نعيش برضو اجواء الفرحه في ابو ظبي وزميلنا امير هشام ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وأجواء الفرحة الكبيرة بعد الفوز بالميدالية البرونزية والفوز المستحق برباعية نظيفة على الهلال السعودي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي يا كابتن سيد إنجاز
جديد بيضاف للقلعة الحمراء في ظروف صعبة ومجهود كبير جدا من الجهاز الفني والإداري. الحمد لله طبعا، يمكن ظروف مرينا ظروف استثنائيه قبل اللقاء او قبل البطوله بشكل عام، حاله تجمع مش موجوده، حاله استقرار مش موجوده بعدم انضمام اللعيبه الدوليه، مش اللعيبه الدوليه بس، حتى اللعيبه اللي في منتخبات اخرى، اصابات متلاحقه قبل اللقاء او قبل البطوله بشكل سريع، واحنا بنعمل القائمه كنت انت موجود معانا ومعاشرنا يعني لحد الساعه 12 يوم 3 للمباراه يوم 5، انت مش عارف الاجواء عامله ازاي، اتصالات بالمنتخب على طول، كان عمرو سلاي طلع بمباراه الكاميرون لو تتذكر بين الشوطين، فمهم جدا ان احنا نتواصل مع عمرو يعني الحمد لله على كل شيء، لكن كل ده يعني بيأكد الشخصية اللي الواحد بيتكلم عليها على طول يعني، مباراة مونتيري غيابات 14 لعيب ومع ذلك جمهور بشكل ده والإحساس ده والمسؤولية دي اللي جاي وعارف كويس قوي قوي إنه غايب منه 14 لعيب، لكن جاي بيشجع فرقة، بيشجع نادي، بيشجع فانيلا، مش بيشجع مين اللي موجود في الملعب، فدي كانت نقطة الانطلاق ونقطة الفوز واللي ادت للعيبة ثقة شديدة جدا رغم الغيابات إن احنا كلنا هنوصل الحمد لله. النهارده بتلعب قبل من النهارده كنا عندنا طموح ان احنا نوصل لنقطه ابعد، كنا عندنا طموح ان احنا نحقق مركز اعلى، لكن برضو النهارده مباراه للتاريخ الصراحه، بنقابل الهلال السعودي بقيمته ومكانته، زعيم الكره السعوديه، زعيم الكره الاسيويه، فرقه كبيره طبعا، عارفين احنا جايين نلعب مين، عارفين كمان الحاجات دي بتبقى ليها حاجات تاريخيه يعني ما بتتكررش كتير. الحمد لله من اول ثانيه قلنا ان احنا عايزين نركب اللقاء من اوله بلغه الكوره، من الثانيه الاولى من اول السنطره احنا دخلنا اللقاء قبل اللقاء ما يبدا، يعني حاله التركيز تحس انها كانت موجوده قبل اللقاء ما يبدا، ما كانش في حته جس النبض ومين يرجع، لا انت فرضت كلمتك، فرضت اسلوبك، وده اللي ادانا الافضليه الحمد لله. كابتن سيد، دايما انت بتتكلم على شخصيه الاهلي، وانا هديك مثل، السنه اللي فاتت لما خسرنا من البايرن رجعنا وكسبنا بالميراس خدنا البرونزيه، السنه دي مثلا الهلال خسر من تشيلسي نازل المباراه، اه طبعا عايز يكسب البطوله او يكسب الميداليه البرونزيه، لكن شخصيه الاهلي فرضت نفسها في الملعب عشان في هدف معين بدوافع معينه وتهيئه مناسبه للفوز بال الحمد لله. يعني لما ما تكسبش اللي انت عايزه ما تخسرش كل حاجه، ده دي حاجات ممكن تبقى مهمه ان انت توصلها، يعني احنا جايين كان نهمنا ان احنا نروح لحاجه ابعد مع كل، انا بحكي لك على حاجه وبقول لك على حاجه، مع كل الصعوبات والازمات اللي احنا مرينا بيها، بس برضو طموحك وسقفك ما بيقفش. لما وصلنا للنقطه ديت اللي هي قبل الاخيره في البطوله اللي هي الثالث والرابع يعني، مع لقاء ديربي عربي تمام، يعني صعب مش سهل، بقوه جماهيرك واستعدادهم وتركيزهم وحاله استعداد ان هي كمان عايزه تكسب يعني، فبيدي للمباراه دوافع كويسه الحمد لله على كل شيء. خلينا نقف عند النقطه ديت، عندنا لقاء بعد 5 ايام مع الهلال السوداني، اتفرجنا امبارح على مباراه الهلال السوداني وسان داونز، الهلال السوداني اختلف خالص خالص يعني، واضح ان معاهم مدرب كويس برضو بيحفظهم بشكل كويس، بينقلوا الكره بشكل كويس، عاملين نسبه استحواذ كويسه جدا في مباراه سان داونز امبارح، جابوا جون في الدقيقه ممكن يمشي كده وكده يعني، لكن بوندو كان حكم اللقاء، حكم البتسواني ما حسبش هدف يعني، ممكن كانت تبقى 1-1 النتيجه، فاحنا رايحين نلعب مباراه كبيره جدا مع فرقه الهلال السوداني، نبدا ان شاء الله الرحمن البطوله والمجموعات بشكل كويس ان شاء الله. شكرا حبيبي. طبعا يعني كلام مهم جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ، هو ده النادي الاهلي خلاص يعني، في افراح النهارده هتبقى مستمره طبعا بالبرونزيه، لكن من بكره هيتم التركيز في مباراه الهلال السوداني في كاس الامم الافريقيه او بالتحديد في دوري ابطال افريقيا، عشان هي دي البطوله بتوصلنا للمرحله دي، وان شاء الله باذن الله لما نوصل لها المره الجايه ناخد ميداليه جديده بلون جديد زي ما قال مستر بيتسو موسيماني. لسه مستمرين وان شاء الله كواليس اكتر واكتر، خليكم معانا ان شاء الله السنه الجايه نرجع لها مره اخرى، وباذن الله زي ما قال مستر بيتسو موسيماني عايزين نغير لون الميداليه بقى ان شاء الله، يا ذهبيه يا فضيه باذن الله. اتفضل يا كابتن بيتسو نغير ان شاء الله. اتفضل يا كابتن بلال، كنت بتتكلم على انجازات مستر بيتسو. كل المباريات الكبيره اللي خاضها كابتن ايمن كسبها كلها بلا استثناء، برضو احنا هنرجع نقول ممكن نتفق او نختلف على مع مستر موسيماني فنيا يعني، طريقه بعض المواقف في بعض المباريات وبعض المواقف في التشكيل في التغييرات، ولكن كل المباريات اللي فيها حسم، كل المباريات الكبيرة اللي خاضها إفريقيا حتى كمان كلها لصالح النادي الأهلي يعني. أيوة. أرقام كبيرة مع مستر موسيماني تمام، الراجل ده الحقيقة أرقامه يعني أرقامه كبيرة جدا جدا جدا، زي ما انت كنت تتكلم من شويه قبل الفاصل، انت بتقول هو جه في اغسطس تقريبا يعني بقاله سنة ونص تقريبا، سنة ونص كاس مصر مع النادي الاهلي، 2 افريقيا مع النادي الاهلي، 2 سوبر افريقي مع النادي الاهلي، والنهارده يا ريت لو تجيبوا لنا ارقام مستر موسيماني مع على الشاشه القريبه مننا، تتكلم حوالي 7 بطولات كبار،
سبعة كبار ينقصوا التتويج بالدوري العام المصري السنه دي يبقى كده يعني فول مارك كل البطوله يبقى كل العلامه الكامله بالنسبه لمستر موسيماني مع النادي الاهلي. انت يعني عشان كده احنا خد بالك حتى جمهور الاهلي ما بيقلقش عليه في الماتشات الكبيره. أي. يعني دايما في الماتشات الكبيره عنده حاجتين بيوفق حتى فكريا. النهارده يمكن كلنا اجمعنا قبل الماتش ان التشكيل هو ده التشكيل الامثل مظبوط تمام للماتش بتاع النهارده بتاع الهلال. قلنا النهارده يعني في بعض الاوقات لازم يعني يبقى في اختبارات من لعيبه النادي الاهلي للاعيبه الهلال خاصه اللعيبه اللي متغيره عند الهلال. النهارده كانت موجوده الاختبارات استغلال المساحات. النهارده لعيبه الاهلي قدرت تستغل المساحات بشكل كويس. الحظ خدمك التوفيق خدمك النهارده ولكن انت النهارده كنت جيد. انت سجلت الهدف الاول قبل ما الحظ والتوفيق يخدمك عشان برضو ايه يعني نحط الكلام في سياقه الطبيعي. النهارده انت سجلت الهدف 1-0 تمام قبل ما حالات الطرد تبقى موجوده. انت خلاص خرجت لعيبه الهلال من الجيم النهارده. فمستر موسيماني الحقيقه صحيح. يعني اداؤه النهارده كان جيد جدا. النهارده كمان الاثنين اللي كان موجود عندهم انذارات محمد هاني وطاهر محمد طاهر استبدلهم ما بين الشوطين خوفا على ان في واحد فيهم ياخد كارت احمر او كارت اصفر تاني مجامله من الحكم لسوء يعني لثقل النتيجه على فرقه الهلال صحيح. قام بتبديلهم النهارده بس انا ما اعتب يعني اعتب على مستر موسيماني يعني في حاجه صغيره قد كده صغيره يعني اللي هي عتاب المحب يعني ايوه. مباراه الزمالك 5-0 ممكن تخسر 6-7 مباراه الهلال النهارده 4-0 ممكن تخلص 6-7 يعني دي بعض الحاجات الصغيره خد بالك. احنا مش هنقول طموحين احنا طماعين في السكور شويه بنحب السكورات التقيله. انا حضرت 6-1 في في في, في, في بتاعه الزمالك كان ممكن تكرر النتيجه دي و6 و7 في مباراه الزمالك. ربنا يديك الصحه والعمر تكرر تاني ان شاء الله يا رب اتمنى باذن الله. النهارده كان ممكن برده يبقى هيفي سكور خلاص خد بالك. الهلال النهارده لما يبقى بطل اسيا وعامل الشكل الرائع ده مع تشيلسي وتكسبه انت 4 بالشكل ده لا ده هيفي سكور يعني نتيجه كبيره طبعا. جدا جدا تحسب للاهلي وتحسب لمستر موسيماني على فكره. بمناسبه الارقام اللي قلتها بص اجمالي عدد مباريات مستر موسيماني مع النادي الاهلي 82 فوز 52 تعادل 24 هزيمه 6 مباريات له 158 هدف عليه 61 هدف شباك نظيفه 37 مباراه. البطولات زي ما احنا اتكلمنا قلنا تقريبا 7 بطولات ارقام كبيره طبعا 5 بطولات و2 برونزيه كاس عالم. انا بحسب البرونزيه كاس عالم ده انجاز اكيد طبعا يعتبر انجاز لان ميداليه برونزيه كاس العالم مفيش حد بيجيبها ولا حد هيجيبها ان شاء الله غير النادي الاهلي والسنه الجايه ان شاء الله نامل في الفضيه او الذهبيه باذن الله. فدي بالنسبه لي انا بطوله. اتفضل كابتن. كل البطولات اللي اخذها اللي دخلها قصدي هو كسبها باستثناء بطوله كاس مصر وبطوله الدوري كاس العالم. السوبر والدوري العام كاس السوبر المصري كاس السوبر المصري يعني. لسه ما اخدهاش مستر موسيماني وبطوله الدوري العام كان جابها مستر فايلر كان كمل بعد مستر بس كان مستر فايلر خلاص طبعا كانت جاب. الامور شبه محسومه اتحسمت كان او اتحسمت لصالح النادي مظبوط يعني. ينقصه يا كابتن زي ما قلنا انه بطوله الدوري العام هي البطوله المحببه والبطوله المفضله اللي بتعشقها او بيعشقها جمهور النادي الاهلي. لو حصل علينا مستر موسيماني السنه دي اعتقد هنروح في حته ثانيه مختلفه صحيح. احنا بنتكلم الكلام ده يعني في تجديد وكلام كبير عن التجديد وهل مستر موسيماني مكمل مع الاهلي هل مستر موسيماني هيجدد مع النادي الاهلي. دي اشياء تحسمها الاداره قريبا باذن الله تعالى عشان الاستقرار حتى استقراره هو النفسي كمان مستر موسيماني. ولكن هو راجل موفق بشكل كبير مع النادي الاهلي بيؤدي بشكل جيد في المحافل الكبيره موجود وموجود بقوه مستر موسيماني. فلازم يعني لابد ان احنا برضو نديله حقه كمدير فني. ما ينفعش يبقى انت عندك انجازات كبيره وعظيمه 2 افريقيا ورا بعض 2 برونزيه ورا بعض وما ينفعش الراجل ده ياخد حقه حقيقي حتى لو كان يعني حتى لو اختلفنا معاه على بعض الاجزاء الفنيه لازم برضو ياخد حقه كمدير فني. فالحقيقه يعني تحيه لمستر موسيماني وادائه ونتائجه الجيده مع النادي الاهلي صحيح. طيب ما زلنا عايشين اجواء الفرحه تعالوا نروح لزميلتنا روزان نصر ونعيش اجواء الفرحه في اهلي مدينه نصر. برحب بيك كابتن ايمن وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي. الف مبروك مره ثانيه من داخل مقر النادي الاهلي فرع مدينه نصر. موجود معايا الناس طبعا اللي اتفرجوا على الماتش بعد المباراه يعني عايزين ناخد رايهم. ايه رايك في المباراه؟ والله جيم كبير قوي اللعيبه لعبته موسيماني ادار الماتش بفكره حلوه قوي وما شاء الله يعني اللعيبه رجاله كلهم. والف مبروك لجمهور النادي الاهلي والاهلي فوق الجميع والاهلي بمن حضر. وكل ده رد للناس اللي شككت في قدرات موسيماني. يا جماعه ثالث عالم مرتين ورا بعض في سنتين متتاليين وثالث عالم ثلاث مرات للاهلي
دي حاجه صعبه جدا، الناس كلها بتحلم انها تشارك في بطوله زي دي، بطوله كبيره زي دي، والاهلي دايما مفرحنا الحمد لله، ودايما كده غزاله رايقه، ودايما احنا بنبقى مضغوطين والاهلي بيجي يروق علينا ويكيفنا، وان شاء الله على طول دايما في انتصارات وانجازات. وعايز اقول ان اللي بيشمت في الاهلي يا جماعه والله الناس اللي بتشمت في الاهلي انتوا اخركم ايه؟ انتوا اخر حاجه تعرفوها عن البطوله دي انها مشفره اصلا، بس كده شكرا. مين يستحق النهارده رجل المباراه او مان اوف ذا ماتش؟ بيتسو موسيماني. النهارده مان اوف ذا ماتش لازم تروح لبيتسو موسيماني، ولاعيبه الاهلي كلها بصراحه، عبد القادر، ياسر ابراهيم، مش عايز اقول لعيب بعينه، ولكن فعلا اللعيبه بتاعت الاهلي اثبتت البطوله دي كلها ان هم رجاله، صف اول صف ثاني بدلاء نجوم، كله اللي يقعد على الدكه زي اللي بينزل بيلعب من اول مباراه زي اللي بينزل في الشوط الثاني، كلهم حاجه واحده. الاهلي عمل دوره الوطني مع المنتخب، اللعيبه بتاعته جت منهكه، مفيش اي حد ساعد الاهلي خالص غير رجالته غير دراعه. الاهلي خد البطوله، خد المركز الثالث وخد البرونزيه من بق الاسد زي ما بيقولوا. ناس كانت بتشكك وبيتريقوا وبيقولوا الهلال هيشيل الاهلي كام بكره والكلام ده كله، ولكن يعني الحمد لله هم اشقاء وكل حاجه، ولكن الاهلي فعلا مشرفنا وبمثل مصر باسم مصر. الاهلي المصري خد البطوله الثانيه على التوالي، البرونزيه الثانيه على التوالي، وان شاء الله المره الجايه باذن الله هيبقى الذهبيه. النهارده مباراه كانت صعبه جدا، هل كنت تتوقع ان احنا نفوز؟ ان شاء الله. ليه؟ اولا تعليقا على الاخ المذيع بيقول ان هم 60 مليون يورو واحنا 30، يعني احنا النص. هو ناس ان احنا بنمثل 100 مليون مصري، نمره واحد. نمره اثنين، السر وراء لقاء الكابتن خطيب لما كان في كواليس النادي الاهلي، لما سلم على كل لاعب وكل راجل ووصل لهم الرساله ان احنا املنا كبير فيكم، وده فعلا اتحقق. ليه؟ يبقى نقطة من أول السطر، روح النادي الأهلي، منظومة النادي الأهلي، قيم ومبادئ النادي الأهلي هي اللي بتنتصر إن شاء الله. تحب توجه إيه لجماهير النادي الأهلي النهاردة بمناسبة الفوز؟ أقول للنادي الأهلي أثبت إن هو فوق الجميع فعلا، وأثبت إن النادي الأهلي هو بطل أفريقيا، وهيبقى إن شاء الله السنة الجاية من غير مقاطعة، إن شاء الله السنة الجاية هيوصل للنهائي، وإن شاء الله هينافس على البطولة بمشيئة الرحمن. فرحة كبيرة جدا طبعا جماعة مشاهدينا، يعني الناس كلها فرحانة، انتوا شايفين اكيد الاجواء هنا بمقر نادي الاهلي فرع مدينة نصر، دي الاجواء من داخل هذا المقر. شكرا ليك كابتن ايمن، وعودة ليك مرة تانية. شكرا جزيلا الزميلة العزيزة روزان. نصر كابتن شريف، اللي جاي عندنا مباراة يوم الجمعة ان شاء الله في بطوله افريقيا، شدنا بقى تاني. هنعمل ايه بقى؟ ما احنا فرحنا اهو ساعه وشويه، طب ما تدونا نص ساعه نبص بقى اللي جاي. اللي جاي بس الفرحه شغاله برضه. اللي جاي اللي انتهيت منه النهارده. اللي جاي الشكل النهارده، التيم وشكل البدايه اللي ابتديت بيها النهارده المباراه، ده اللي اختلف عن بدايه المباراه اللي فاتت. ده اللي جاي، ده اللي انت وصلت له النهارده، ده اللي بلال بيشكر فيه مستر موسيماني، كلنا بنشكر فيه مستر موسيماني. ده انه سمع اكيد وعدل وشاف المصلحه فين. ده انه لعب ضاغط من اول ثانيه، ده اللي هو بحث عن فوز، عن الوجود. ده اللي لازم يبقى في اللي جاي، ده اللي احنا شفناه النهارده. المكسب حلو، لازم تمسك في النجاح، مش اي حد بينجح وفجاه كده يسيب النجاح ده كله ويبعد عنه ويقول انا وصلت خلاص. احنا عندنا لا منتهى، احنا ما بنفرحش مره واحده بس. جماهيرنا عايزينها في كل مباراه بنخشها نكسبها، في كل بطوله ناخدها، والتوفيق كله بيبقى عند ربنا. فاللي جاي ده اللي انت انتهيت منه النهارده. مظبوط. اللي جاي ده اللي لعيبه عملته النهارده ومش مع اي حد. خلينا نتكلم على 20 دقيقه انت مستحوذ على الكره تماما. صحيح. ادت لناس بتفقد اعصابها وبيحصل حالات خطر بالجمله واخطاء، وانت مصمم تجيب الجون الثاني. وبتستغل النقص العددي في فرقه كبيره جدا وبتجيب الجون الثالث. والشوط اداره، قلت لك اداره الشوط الثاني كان لازم يبقى فيه اداره من اللاعبين ومن الخطوط الخلفيه ومن مستر موسيماني ومن جميع الجهاز الفني. فاللي جاي، اللي جاي هو النهارده. الفرحه تبني عليه بقى، اللي بتبني عليه وتاخد منه. صحيح. وده الاساس بتاع كل نجاح. ايه اللي نجحك النهارده؟ بعد ربنا طبعا، انك انت اجتهدت، لعبت بروح جامده جدا، طلعت الكره اللي عندك، الامكانيات اللي عندك بتديها، الثقه اللي عندك. انت لو تلاحظ احمد عبد القادر واسامه وعلي
راحوا خدوا 2-3 هناك ناحيه الليفت وكل حرفيه وعملوا حفله هناك كده وعدوا وما اعرفش ادوا ثقه وهزوا ثقه. ايوه ادوا ثقه ليك انك انت تقدر تعمل كل حاجه، تقدر تعدي، تقدر تشوط، تقدر تعمل باص، شايف لعيبتك كويس كويس كلها. ده اللي جاي، اللي جاي في بدايه بطوله افريقيا صحيح. اللي جاي اللي انتهيت منه النهارده فنشكرهم وباذن الله اللي جاي يكون مش اقل من النهارده باذن الله. كابتن سامع عندك اضافه اكيد على الكلام اللي قاله كابتن شريف بالنسبه للمباراه القادمه ان شاء الله؟ ما فيش شك مباراه مهمه بقى في بدايه بطوله افريقيا، ده اللي هيوصلك بعد كده ان شاء الله كاس عالم تاني باذن الله. سان داونز كسب المباراه الاولى للهلال، انت عندك مباراه اولى ان شاء الله تكسبها، فرصك افضل، لعبتك عندها ثقه النهارده وخدت برونزيه، لعيبه المنتخب تكون ارتاحت اكتر من كده، اضافه عناصر جديده زي واحد زي محمد عبد المنعم في خط الظهر هيدي لك قوه زياده، وصلت للشكل المثالي باضافه حاجات صغيره يعني عوده قفشه وايمن اشرف هتزود القوه سواء كبدايه او كاحتياطي، يعني العناصر هتكتمل كمان اكتر من كده في المباراه القادمه في افريقيا، فكل دوت كل دي مكاسب زي ما قلنا ان اكيد النهارده الناس هتحتفل وكده وهيقفلوا الملف دوت، لكن هم بذلوا جهد كبير جدا رغم التعب الشديد اللي كان فيه لعيبه المنتخب بعد بطوله الامم الافريقيه ورغم النقص العددي في المباراه الاولى قدرنا نكسب بمونتيري، فبنشكر اللعيبه اللي لعبت بدون اللعيبه الدوليين وقدروا يكسبوا الماتش الاولاني، ولما اجتمعوا كلهم يمكن يعني كان في عدم توفيق شويه في اداره المباراه اللي فاتت مع بالميراس رغم ان هم فريق عريق طبعا وبطل الدوري البرازيلي، لكن بلغنا شويه في التحفظ الدفاعي بالذات الشوط الاولاني، الشوط الثاني تحسننا الاداء. النهارده مستر موسيماني خد خطوه ثانيه، وهو يمكن احنا يمكن قلنا قبل المباراه هو قال في المؤتمر الصحفي ان احنا عملنا حساب زياده عن اللزوم صحيح لبالميراس، فالنهارده خد المبادره وكان فعل وضغط فرقه الهلال من الاول اربكهم صحيح. لان هما ممكن يكونوا كانوا احساسهم النادي الاهلي برضه يبدا تلتين ملعب ويهدى وكده لو ضغط 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 فاجئ الهلال عمل ربكه او ارتباك فيهم وقدر يجيب جون ثم الطرد ثم الجون الثاني، يعني الامور بقت كمان اتسهلت لك رغم ان احنا متفوقين من الاول لكن الامور اتسهلت ما فيش شك في كده. بنشكر اللعيبه والجهاز الفني وبنبارك للجماهير وان شاء الله نبني على دوت في افريقيا. المفروض البدايه دايما بتكون كده بالنسبه للنادي الاهلي، اتعودنا عليها. النادي الاهلي طول عمره هي البدايه اللي حصلت النهارده دي بتحصل سواء في الدوري العام سواء في افريقيا حتى من ايام واحنا بنلعب، يعني مظبوط ان هو الضغط من البدايه لانك واثق في نفسك ان انت يعني اقوى فرقه في افريقيا او في الدوري المصري فبتلعب تملي بمبادره هجوميه وده كان تعالى يا كابتن نشوف الاجوال كابتن اسامه هاتها لنا تاني من الاول الكره الثابته ايوه بس ماشي اتلعبت حلوه قوي طبعا من معلول علي معلول من اكتر الناس اللي بتجيد الكرات العرضيه لفها بقوه وارتفاع هايل طبعا حارس المرمى برضو فضل على الخط ما قدرش يطلع يقطع لكن ياسر قطع كويس قوي قبليه وحطها بشكل جميل جدا يعني صحيح فكان هدف رائع ده طرد كمان طرد مستحق يا لا طرد 100% صحيح احنا ما كناش شايفينها لكن لكن لما عادوها بال حتى الحكم بلغ فيه حتى الحكم ما استناش الفار يعني ادى القرار على طول مظبوط ودي طبعا تسديده تاني ثم نجيبها تاني من الاول عشان احنا كابتن شريف كنا بنتكلم كابتن عادل كنا بنتكلم على الكرات الثابته ويمكن كابتن بلال قالها قبل المباراه هو كابتن شريف ان الكرات الثابته ممكن تحسم لك الامور في مباراه زي ديت هي كانت بدايتها كره ثابته والاولى كره ثابته والاولى برضو طبعا ده احنا كنا عايزين الجول الثاني لو الجول الثاني عشان ده الطرد الثاني بس الجول الثاني احنا على فكره حاجه مهمه قوي لازم الناس تعرفها احنا ما كنا 2-0 والطرد الثاني بالظبط يعني انت كنت كسبان والكابتن شريف قال الكلام ده قال احنا كسبنا قبل ما يطرد الناس علشان بس ما يتقالش ان الطريقه الجول الثالث ده مهاره عاليه جدا 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 من احمد عبد القادر بص انا عايز اقول لك حاجه عبد القادر لعيب متميز
عبد القادر لعيب متميز. مين؟ انا بقول مبروك لمنتخب مصر بجد. صحيح عبد القادر صحيح هينفع اول منتخب ناحيه الشمال. بص يا كابتن بلال دي تسديده رائعه برضو من عمرو السوليه في الهدف الرابع. احنا الكلام ده كابتن لو تفتكر قلت لك انا قبل الماتش قلت لك حاجتين مهمين جدا بالظبط. تمام، اول حاجه تسديد ايوه انك تسدد على المرمى ودي حل من الحلول مهم جدا. تاني حاجه الكره الثابته، الكره الثابته اللي هي الفاولات اللي على ال 18 صحيح دي مهمه جدا جدا. النهارده هدفين بتسجلهم تمام بغض النظر بقى عن اتطرد منهم لعيب او لا. الهدف الاول ما كانش في حد اتطرد لسه، كره ثابته صح تمام. جول كيبر متغير ما بيبقاش عنده ثقه في نفسه في الخروج وده وضع طبيعي خد بالك. بغض النظر عن بقى الكابتن عادل هو اللي خرجه وهو اللي جايبه من الناشئين تمام بس واضح ان الكابتن عادل جاي واضح ان عينه حلوه هو لا لا هو ما كانش موفق النهارده. هو جول كويس فعلا، جول منتخب جول منتخب وجول كويس بس ما كانش موفق فعلا النهارده. اقول لك حاجه، هو اساسا احنا بنهزر احنا بنهزر كاس العالم بدا معاك يا كابتن. كاس العالم الاخير في روسيا مش معنى ان انت خرجته يعني هو جول وحش. لا يا كابتن كان بيلعب معاه في الشباب. لا طبعا هو جول كويس بس هو ما كانش موفق. كان وليد عبد الله اتعور وجبتل وهو اللي بدا يلعب معايا اول ما انت مدرب كويس يا كابتن. الله يكرمك. انا يكفيك ان انا معترف بيك. الله يكرمك. الله يكرمك يا بلال. بس عايز اقول لك كلمه بس يا بلال. انا عايزك يعني انت راجل فروي حبيبي يا كابتن مصطفى، انا عايزك تكلمني على طاهر محمد طاهر في حته التحركات بتاعته. ما اتكلم عليها في البدايه لما انا عايز تاني علشان في حاجه عاوز اساله بلال فيها. عارف ليه؟ هو انت بتختبرنا يا كابتن؟ لا لانه بلال هو بياكد لك اللي انت قلته. لان بلال قال لي جمله مهمه قوي. قال لي الفرود اللي بيلعب وظهره للجون ما بيبقاش فرد كويس. اما الفرود اللي بيلعب بجنبه وبسرعته عشان هو كان هداف وانت عارف بلال الجوان عاوز يكلمنا عنه. اكمل لك وبعدين نرجع للسؤال تمام. فانت دايما انت النهارده يعني لازم لما يبقى عندك في مش هقول نقاط ضعف، لما يبقى عندك تغييرات في الفرقه اللي قدامك دايما لازم تلعب على الحته دي بشكل كويس. حارس مرمى متغير لازم تلعب عليها بشكل كويس. باك رايت متغير لازم تلعب عليه بشكل حتى كويس. حتى السنتر باك اللي متغير لازم برضو تلعب عليه بشكل كويس. هي دي الحاجات اللي ممكن تميزك في بدايه دخولك للماتش. طب خليني اسالك سؤال فني على السريع في النقطه ديت، هل اخطا مدير فني الهلال السعودي اليوم بالتغييرات ديت؟ طبعا طبعا مما لا شك فيه اخطا طبعا. الراجل فيرود ده اللي هو كابتن انت بتغير لعيب اساسي بتحط لعيب احتياطي أيوه. تمام في مباراه كانت الافضل بالنسبه لك هي مباراه تشيلسي، كانت مباراه جيده بالنسبه للهلال مش ولكن طبيعي انك تخسر تمام. هو التغيير ما هو بص يا كابتن اللي انا قلته قبل الماتش ايه، انت داخل يعني بتقول انا هكسب الاهلي فهلعب باي حد، هغير حارس مرمى، هغير رايت باك، هغير لعيب ميد فيلدر، هغير سنتر باك تمام، هعمل شويه تغييرات كده واكسب عشان تطلع في المؤتمر الصحفي تقول احنا لعبنا النادي الاهلي وكان عندنا تغييرات وقدرنا نكسب الماتش. لا الكلام ده مش هيحصل. أيوه. الكلام ده صعب يحصل مع الاهلي. خد بالك انا بديك وجهه نظر دي قبل الماتش، انا قلت لك يا كابتن ان دي مباراه نفسيه. أيوه. قبل ما تكون مباراة تكتيكية داخل الملعب ومباراة صحيح. قتال دي مباراة نفسية في الأول، مباراة نفسية ما بين اتنين مديرين فنيين ما بين لعيبة في أرض الملعب. مزبوط. أنت النهاردة بتتعامل مع مدير فني خرج أفضل لعيب بيلعب باك رايت بالنسبة له، لعيب الأساسي أيوه طبعا لعيب هايل طبعا لعيب محترم. السنتر باك بتاعه اللي غيره لعيب بس ده اتعور كويس. البليه اتعور أيا كان، وحتى حارس المرمى الاساسي بالنسبه له بتغيره ودي نقطه يعني يحاسب عليها المدير الفني. انا النهارده بقى عندي حارس اساسي بلعب ثالث ورابع عالم وغير حارس اساسي بالنسبه له حتى مهما كان قيمه الحارس اللي موجود في الوقت الحالي، انت بتخرج رقم واحد بالنسبه لك وتحط رقم اثنين. حراسه المرمى دي بالذات خد بالك طبعا. كابتن حراسه المرمى دي بالذات يعني ممكن تغير اي لعيب في الملعب، انما حراسه المرمى دي بالذات لما تشيل الاساسي وتحط واحد احتياطي وهو مش مصاب او خد بالك ده بيديله خد ما بي بيخليه. انا استغربت حتى سالت كابتن عادل قبل المباراه فهو قال لي بيدي ده ما ولا يقل كفاءه عن الاولاني، بس ما فيش مبرر كابتن. هي النقطه انا متفق مع بلال بالذات حراسه المرمى طالما واحد ماشي كويس. بالظبط يا كابتن. ايوف على فكره كان كويس في ماتش تشيلسي مظبوط، فالمبرر الوحيد اللي يكون مصاب، لكن ان هو غير مصاب التاني بينزل مضغوط والراجل يدالجو ده كمان بينزل مضغوط طبعا كابتن. ادالجو السنتر فيرويد ده اجاله ده عشان ما يلعبش لازم يكون مصاب. ما انا بقول لك لا انا بتكلم في حارس مرمى بالذات. بص غير في اي مكان في الملعب يعني في منطقتين
لا يسمح لك التغيير فيه في الماتشات المهمه الماتشات الكبيره. حراسه المرمى وخط الدفاع، اغير في الهجوم، تغير في نص ملعب، تغير في الوينج، لكن في مكانين في الملعب لا ما ينفعش انت كمدير فني تغير فيهم. تمام، لما بتغير فيهم لازم يكون تغيير اضطراري، ما يبقاش تغيير كده يعني انا هغير وهكسب باي حد مجرد التغيير. اه بالظبط، ما ينفعش ده خارج قدام حارس المرمى، خارج يا بلال قدام تشيلسي والسنتر باكس، وهو الاحسن، هو الاقدر، ما ده اللي انا قلته، انت جاي من مباراه كنت انت الافضل فيها، الافضل فيها طبيعي يعني جدا انك تكمل بلعبتك، الا اذا كان في اذا كنت مضطر يعني. اه طب خلاص، اللي هو سبب رايت باك مثلا، سوري السنتر باك، لا انت بتتكلم على الحارس، لا بتكلم عموما يعني، وبتكلم على حارس المرمى، انا بتكلم على المكانين يا كابتن، بتكلم على السنتر باك اللي هو متعب المفرج. تمام، البليك لا ده البليك متعود، لكن هي الغريبه في محمد البليك وحارس المرمى، والباك رايت حارس المرمى ليها حارس المرمى ليه، انا اقول لك ليه. اتفضل يا كابتن. حارس المرمى الاثنين في منتخب السعوديه، والاثنين عندهم تصفيات كاس عالم، والاثنين بيدوهم ليه؟ علشان ده ياخد يلعبوا مباريات. خلي بالك عندهم الحته دي، الحته بتاعت العويس والمعيوف، الاثنين زي زمان كان الكابتن ثابت الله يرحمه والكابتن لا الكلام ده جرى عليه الزمن، بس ده الكلام ده جرى عليه الزمن. لا انا بكلمك بيكسب بيلعب. بص كابتن، انا بلعب الافضل بالنسبه لي. كابتن انت بتلعب على طول، بص يا كابتن انت بتلعب على طول يا كابتن. انا بقول لك السبب كابتن عادل، ده سبب في واحد اساسي يا كابتن عادل. كابتن عادل ده سبب، مفيش ده سبب ما ينفعش يطلع. بص يا كابتن، انت بتتكلم في مدير فني اجنبي، مش بتتكلم في مدير فني عربي. النهارده خايف فبيحط ده مكان ده. لا لو دفع الثمن طبيعي يا كابتن، طبعا طبيعي. الهدف الاول يقص عليه حارس المرمى، يعني الهدف الاول اللي سجله النادي الاهلي طبعا اجاده من ياسر ابراهيم، لكن يسأل عليه طبعا حارس المرمى. لا وبان بعد كده عليه اقول لك الكره بتاعت عمرو السوليه شوطه من بعيد، كان يسأل برده عليه حارس المرمى. ما هي الاهداف بتبقى تميز من اللاعب اللي بيسجل هدف وخطا من اللاعب الخاسر. ثانيه واحده اقول لك، بس اتفضل زي ما بلال قال، بالذات في حراسه المرمى وخط الدفاع، طالما انت ماشي في فرقه كويس تمام، دي الف ب اتعلمناها تمام. انت بتلعب ماتش ثالث ورابع، انا ما بقولش ان محمد عويس جون وحش او حارس وحش، انت عارفه راجل كويس، بس معيوف عامل ماتش هايل في ماتش تشيلسي وماشيين كويس، ادي واحد. طيب عندك متعب المفرج لعب مكان البليهي، طيب ده مصاب، ده مضطر خلاص. طب انت غيرت ليه حارس المرمى وغيرت الظهير الايمن؟ محمد البريك اللي هو ممتاز برضو في الظهير الايمن، فانت غيرت ثلاثة كده في خط الدفاع. فكر عشان علي معلول. لا انا عايز اقول لك كده، بس تغيير كتير كده، غيرت ثلاثة، واحد استرالي والثاني حارس المرمى والسرد باك غصبا عنك مضطر، بس ما كانش في داعي للباك رايت وحارس المرمى. بس حته الحارس المرمى دي اللي احنا بنتكلم عليها، او السرد باكات لما بتيجي تتكلم في المنتخب، احنا كنا في يوم من الايام بنلعب افرو اسيويه لو تفتكروا، وكنا داخلين على تصفيات كاس عالم، وكان الكابتن حماده صدقي وهاني رمزي بيلعبوا، ومستر فايسا اتقال له من الكابتن جوهري لو فاكرين، غير مكان الكابتن حماده ومع هاني رمزي، لان كان اشرف قاسم اتعور. ايوه كابتن جوهري عايز هاني رمزي، وكنا بنلعب بطوله يعني خلي بالك الافرقه الاسيويه كانت بطوله من مباراتين رايح جاي. عمل ايه؟ قال لنا في المحاضره انا بلعب عشان منتخب مصر بعمل لك كده. فانا بكلمك، انا مش مقتنع، معلش انا مش مقتنع بالموضوع ده. مظبوط. بس حصلت لا يا كابتن، وارد على فكره، وارد تحصل، لكن هل هو ده الصح؟ لا بس خلينا انا عايز اقول لك، خلينا نتفق، لا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. لما يبقى مفيش فروقات ما بين الحارسين حتى لو بص، لا بس واضح الفروقات واضحه كتير كده. لا مفيش فروقات، الفروق ما بين النهارده يمكن ما كانش موفق، يمكن انتوا شفتوه مره. لا انا شفت اللي شفته، انا ليا في قدامي مرتين، انا ليا في قدامي كابتن، انا بكلمك على الحاجه اللي انا النهارده بنحلل الماتش النهارده بناء على ماتش امبارح. انا مش هدافع بلاش. بص يا عادل، مثلا عادل بص، ما نجيش ان احنا، اقول لك بس كابتن، ما نجيش ان احنا، انت بتدافع علشان انت اللي اكتشفته؟ لا ما نجيش احنا نقسي على واحد، لا مش نقسي عليه، احنا بنتكلم على المدير الفني مش على اللعيب يا كابتن، على المدير الفني. اتفضل يا كابتن حسين سريعا، اتفضل يا حسين قبل ما اطلع فاصل. بص يا عادل، مش ان احنا بنقول في فرق بين محمد عويس ومعيوف، معيوف خد احساس الماتش خلاص بتاع تشيلسي وكان واقف كويس، لما يجي يلعب بعد يومين او ثلاثه بيبقى اثبت من الثاني، احنا ما بنقولش الثاني اقل منه. صحيح، دي وجهه نظرنا. مظبوط. طيب عموما يا كابتن، بقول لك يا ايمن، نعم، هو المدرب وفريق الهلال كله كسب الماتش قبل ما يلعبه. ايوه
هو ده اللي ودانا ودافل عشان كده النادي الاهلي لقنوا هزيمه قاسيه. طيب عموما هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظروا.